مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله ومساء الفل على حضراتكم، ودايما منورني ومشرفيني دايما في بيتكم الأهلي والأهلي الليل. زي ما متعودين مع حضراتكم كل يوم بنغطي كل أخبار نادي الأهلي في أي مكان وفي كل مكان مع الأهلي الليل. هيكون معنا النهاردة فقرات مميزة جدا، هيكون معايا كاتب صحفي من العيار الثقيل بعد الانترو مباشرة، هيكون كابتن محمود صالح النجم الكبير مع زميلي محمد سعيد، ويكون في كل تغطية عن مباراة الأهلي والمقصة غدا، وأكيد أخبار نادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم في كل مكان. الأهلي والمقصة بكرة إن شاء الله الساعة 5 في استاد برج العرب، مباراة مهمة جدا جدا لسارتي مع طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقصة، ومباراة من العيار الثقيل مستنينها كلنا إن شاء الله كجماهير نادي الأهلي ومتابعين نادي الأهلي. عايزين نشوف شكل نادي الأهلي، كل مباراة بيختلف مع لسارتي، وفكر لسارتي الجديد المختلف شكلا وموضوعا مع نادي الاهلي ان شاء الله يكون ليه لمسات وملامسات كمان محسوسه لكل جماهير نادي الاهلي في مباراه غدا ان شاء الله. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي قبل ما استقبل ضيفي الكريم. لاسارتي بيعلن القائمه لمواجهه مصر المقصه، بسرعه اقول لكم الاسماء: شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واسلام محارب وعلي معلول، ياسر ابراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير. اخيرا دخل سعد سمير ان شاء الله ما يرجعش بقى الاصابات تاني، واحمد علاء وكريم ندفد وعمرو السليه ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد شريف واحمد حمودي وميدو جابر وحسين الشحات وناصر ماهر وجونيور اجاي وصالح جمعه ومحمد هاني. صالح جمعه كمان بيدخل قائمه النادي الاهلي. اقول لكم غيابات النادي الاهلي: فريق في الاصابات، فريق كامل في الاصابات. محمد نجيب وليد سليمان ان شاء الله اطمنكم على وليد سليمان، ومحمد محمود وجيراردو ومروان محسن وليد ازارو وهشام محمد واحمد فتحي واحمد الشيخ واكرم توفيق وصلاح محسن وباسم علي لعدم الجاهزيه الفنيه. قبل ما اقول لكم الاخبار بالتفصيل، عايزين نقول لرمضان صبحي كل سنه وانت طيب يا نجم، كل سنه وانت اهلاوي، كل سنه وانت بتقف على الكوره. عيد ميلاد سعيد لرمضان صبحي، 22 سنه ما شاء الله، لسه رمضان قدامه العمر الكبير، ان شاء الله يمتعنا في المباريات القادمه مع النادي الاهلي، ان شاء الله يرجع ناديه او الحاله الاحترافيه بتاعته من جديد. زي ما قلت لحضراتكم خلاص لاسارتي بيعلن قائمه الاهلي مواجهه المقصه، وايمن اشرف بيغيب عن الاهلي امام المقصه للايقاف. اكيد حضراتكم عارفين، بقول لكم رؤوس العناوين عشان نستقبل ضيفنا الكريم. والاهلي يوافق على اعاره كريم يحيى لنادي سموحه، كريم يحيى باك رايت في فريق الشباب. اكيد طبعا الكابتن عادل عبد الرحمن اللي بيلعب مباراته دلوقتي امام انبي، اولى مباراته الرسميه مع نادي سموحه. عادل عبد الرحمن وعلي ماهر الاثنين كان من جهاز الناشئين او قطاع الناشئين النادي الاهلي، حاجه جميله جدا لما تشوف المدربين بتوعك اللي اشتغلوا في قطاعات الناشئين دلوقتي بيرقصوا القطاعات الفنيه او الادارات الفنيه لانديه الدوري الممتاز، ناديين كبار زي سموحه وانبي معاهم علي ماهر وعادل عبد الرحمن، بالتوفيق ان شاء الله للنجوم الكبار النادي الاهلي في اي مكان. زي ما قلت لكم عادل عبد الرحمن كان مدير الفني لفريق الشباب نادي الاهلي، وعارف كل كبيره وصغيره عن هذا الفريق، اختار كريم يحيى للانضمام لنادي سموحه. كريم راح سنه ونص، ان شاء الله كل التوفيق لهذا النجم الصاعد باذن الله. باسم علي خلاص في طريقه للدخول القائمه الرئيسيه للمشاركات في المباريات المقبله النادي الاهلي، بيشارك في التدريبات الجماعيه. عارفين باسم علي لعيب مهم جدا، لعيب مفيد جدا، لعيب عنده مزايا كبيره جدا مع احمد فتحي ومحمد هاني، لعيبه من العيار الثقيل، لكن الاصابات ولعن الاصابات دايما بتطارد باسم علي تحديدا. ان شاء الله يرجع وما يرجعش الاصابات تاني. وليد سليمان عارفين ان كان جاله جزع في صابونه الركبه، وكمان إصابة خفيفة في الغضروف، كان في أقاويل هيبعد قد إيه عن الملاعب، إن شاء الله تكون إصابة بسيطة جدا ويرجع خمس أسابيع إن شاء الله، يكون أقل من كده كمان ويرجع لفريقه مرة تانية. وليد سليمان من الأعمال الرئيسية للنادي الأهلي، عمل كل حاجة الفترة اللي فاتت، كان شايل، مش عايز أقول شايل الفريق، لكن كان شايل جزء كبير قوي من المسؤولية في فريق الكرة للنادي الأهلي. ايضا حمودي بيشارك في التدريبات الجماعيه، حمودي كان عنده اصابه في الانكل خلاص بيرجع تاني للاصابات الجماعيه، كان في تدخل بينه وبين اسلام محارب، وان شاء الله رجع، او الحمد لله رجع تاني، وان شاء الله يرجع للمباريات مره تانيه. عاشور وجيرارد وهشام محمد، عاشور وهشام محمد اثنين اعمده رئيسيه ايضا في الفريق، الاثنين ديفندرات مع عمرو السليه برضو، الاثنين بيرجعوا تدريجيا للفريق.
دي كانت معظم أخبارنا عن قائمة الفريق والغيابات وأخبار اللاعبين. تعالوا بقى نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة أسطور الأسبق والشاهد على تاريخ النادي الأهلي الأستاذ سعيد وهبة. نستناه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي ورئيس تحرير الدستور السابق والشاهد على تاريخ النادي الاهلي الاستاذ سعيد وهبة. نور الدنيا. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله يا حبيبي. يا رب دايما. ربنا. يا رب دايما. تبقى حلقه مختلفه ان شاء الله، نتكلم فيها عن رموز النادي الاهلي او اسماء كبيره خلدوا اسمائهم في تاريخ النادي الاهلي، لكن للاسف وده الطبيعي يعني بتاع مصر، غير النادي الاهلي طبعا فاكرهم على طول وبيحاول ان هو يعمل لهم حاجات على طول، لكن منسيين اعلاميا. حضرتك عايزين نسلط الضوء على هذه الشخصيات العظيمه، واكيد هنتكلم بقى يعني في كواليس ثانيه. هو طبعا في شخصيات كتيره جدا مرت في تاريخ الاهلي من اللي هي حفرت اسمها وصنعت تاريخه وكانت بمثابه يعني صناع قيم وحرس قيم، ولولاهم ما كانش النادي الاهلي وصل لما هو عليه حاليا، ان هو مؤسسه كبيره مؤسسه عظيمه وقلعه رياضيه وتربويه واجتماعيه. في من ضمنهم اسماء يعني فعلا طواها النسيان واغفلها الاعلام، لكن التاريخ طبعا ما لا يمكن ينساها. من ضمن هذه الشخصيات المهندس عبد المنعم وهبي. عبد المنعم وهبي. مهندس عبد المنعم وهبي ده مؤسس كرة السلة في النادي الأهلي سنة 1931، وهو نموذج يعتبر رول موديل للرياضي الحق. إزاي ده صعد من أولى درجات السلم لاعب، ثم لاعب دولي، ثم حكم دولي، ثم عضو في الاتحاد الدولي في السنتر بورد، ثم فايس بريزيدنت الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ثم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وهو واحد من أهم وأكبر الاتحادات الدولية، من أهم خمس اتحادات. احنا عندنا الفيفا، وعندنا الاتحاد الدولي لألعاب القوى والسباحة وكرة السلة وكرة اليد. الحمد لله عندنا الدكتور حسن مصطفى ترأس اتحاد كرة اليد الدولي، لكن اللي شق الطريق او عبد الطريق او اول مصري يترأس اتحاد دولي كبير هو المهندس عبد المنعم وهبي. ده طبعا قصه كبيره جدا وتاريخ كبير. هو بعد اعتزاله يعني هو مثل مصر في الاولمبيك جيمز في المانيا سنه 36، ومثل مصر في الاولمبيك جيمز في لندن سنه 48، يعني أذر في حكم وحكم هو ولي زميل اسمه عبد العزيز، اسمه عبد العظيم عشري، ده برضو زميله أو رفيق كفاحه في تأسيس كرة السلة في النادي الأهلي عبد العظيم العشري، الاثنين كوادر دولية. يعني ده الأهلي أطلق كوادر رياضية مش محلية بس ولا أفريقية بس ولكن دولية، دي كوادر وصلت يعني وصلوا المستوى الدولي واعلى قمه في المستوى الدولي. تمام. عبد العظيم العاشري كان زميل عبد المنعم وهبي في تاسيس كره السله في النادي الاهلي. عبد العظيم العاشري كان وصل لحكم دولي برضه مع يعني كان زميل ليه كحكم دولي، الاثنين حكموا نهائي الاولمبيك جيمز سنة 48 بين أمريكا وفرنسا، المباراة النهائية، والاثنين حكموا المباراة النهائية للأولمبيك جيمز في هلسنكي، دورة هلسنكي الأولمبية سنة 52 كان بين روسيا وأمريكا.
والمباراه دي واحده من المباريات التاريخيه، لان كان اول ظهور لروسيا في الالعاب الاولمبيه بعد غياب 40 سنه. ما اشتركوش في الالعاب الاولمبيه من 1912 في ستوكهولم، والاتحاد السوفيتي مر بظروف بعد الحرب العالميه الاولى، حاجه اسمها الستار الحديدي. الستار الحديدي دي منع ستالين منع اي تمثيل رياضي دولي بره، روسيا ما تخرجش بره، الابطال ما يخرجوش بره، حتى الفنانين. عمل في ستار حوالين الدوله الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه. ستالين كان معروف ان هو شخصيه شخصيه حديديه، وكان يعني المهم كان ابتعدوا عن الالعاب الاولمبيه 40 سنه. وكان اول ظهور ليهم في بدايات الحرب البارده سنه 52 في هلسنكي، عملوا بعثه كبيره جدا وراحوا بقى يتحدوا امريكا عشان من يفرض نفوذه وسيطرته على العالم بعد الحرب العالميه الاولى، مرحله يعني توزيع التورته بتاعت الحرب العالميه الاولى. فكانت المواجهه، كان هلسنكي دي مواجهات قويه جدا بين روسيا وامريكا او الاتحاد السوفيتي وامريكا، وكانت كره السله قمه المواجهه لان الاثنين في مستوى عالي جدا، والمباريات بعد كده يعني تنتهي ما تنتهيش الا بفارق بونت واحد وفي الثانيه الاخيره. عبد المنعم وهبي وعبد العظيم العاشري حكموا هذه المباراه، يعني تعتبر اهم مباراه في تاريخ كره السله. انا شايفك مشغول لا جدا خالص خالص، وده ما ينفعش خالص، انا مركز معاك جدا. لا ما ينفعش ابقى اتكلم معاك، انا مركز معاك جدا، في كلام ومشاوره للمخرج، ودي مش اول مره. اسالك لا، لان في حاجه كنا مجهزينها لحضرتك بس عايزين نطلعها، يعني عشان كده انا الحاجات يعني شغل احترافي ما فيهوش ده، في حاجات مجهزينها لحضرتك بس مش عايزين يعني بنستعجل ان احنا نطلعها. قبل ما نكمل بقيه شخصيات استاذ سعيد، عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك لما بتيجي تقرا الصحف الرياضيه عموما دلوقتي، وحضرتك شاهد على تاريخ اجمل تاريخ النادي الاهلي واجمل لحظات صحفيه اساسا في مصر كمان، بتشوفها ازاي؟ انت خرجتني بره الموضوع كده، هنرجع تاني دي، لان ده رايي انا، عايز اعرف من حضرتك يعني لما معايا شخصيه كبيره زي حضرتك كده ببقى عايز اشوف الفرق من وجهه نظر حضرتك لما بتشوف بعينيك الدنيا او الصحافه الرياضيه دلوقتي، وحضرتك شاهد على عصر جميل جدا كان كله يعني مزايا كبيره جدا، كله كان كلام صادق جدا او معظمه، مش عايز اقول في الكل، دلوقتي لما بتقراه بعينين حضرتك بتشوفها ازاي؟ يعني حصل تغيير كبير، يعني في تغيير اجتماعي، تغيير في المجتمع في السنوات اللي فاتت، في انهيار قيمي وكده، فده يعني بينعكس بالضروره على الصحافه وعلى الاعلام اللي هي جزء من المجتمع. أو هو انعكاس لحالة المجتمع يعني. أنا كاتب مقال في مجلة الأهلي الشهرية من كام يوم عن إعلام الحواوشي والحبشتكنات وخالتي بامبا. جميل. ملخص فيه المسألة دي. بعدنا عن يعني عن القيم الإعلامية. عنوان بيدل على فعلا الواقع اللي إحنا عايشين. يعني الناس بتقدم بعض البرامج الى ما رحم يا رب، يعني بعض البرامج عامله زي رغيف الحواوشي، لحمه قطط او كلاب او حمير، وعليها كميه بهارات وفلفل وشطه وحاجه مشطشطه، فتتاكل لكنها مسممه، او يعني وجبات مش ما فيهاش رساله جيده، او مش مغذيه، ما فيهاش غذاء، خاليه الغذاء يعني. فهو بعض البرامج او بعض الاعلاميين بيتعاملوا بهذا الشكل، هو هدفه او عينه على اكبر عدد من الناس، لان المعلن وراه، فهو عايز اعلان بالظبط، فلازم يعمل حاجه غير العاديه. هنا بقى لابد ان انا كاعلامي لازم اعمل موائمه، ولازم يبقى ليا سقف، ولازم يبقى ليا يعني ليا حد اقف عنده. المساله ببساطه جدا، عايز ابيع كتير كجورنان، او اوزع كتير كنسبه مشاهدين كبيره، ما يعني سهل جدا يتعمل جورنان بورنو ويوزع كتير جدا. بس هل هو ده المطلوب؟ لا طبعا، ده بيتنافى مع القيم الاجتماعيه، بيتنافى مع كل شيء يعني. بالظبط. فالفكره دي احيانا الاعلامي او الصحفي يجري ورا الحاجه الفقعه قوي بغض النظر أثرها الاجتماعي ممكن يبقى سيء جدا، ممكن يبقى سلبي جدا. جزء من اللي حصل في المجتمع خلال السنوات اللي فاتت، أو خلال يعني خلال ال 20 سنة اللي فاتت، في انهيار قيمي
كبير جدا. واحنا واجبنا كاعلاميين او واجب الاعلاميين ان هم ان هم يحصنوا المجتمع من الحاجات دي تمام ويحموه من هذا يعني هذا الغث او هذا الغزو القيمي. اقرا المقال بتاعي بتاع اعلام الحواوشي والحبشتكنات ومواعظ خالتي بامبا. خالتي بامبا دي كانت شخصيه في يعني شخصيه اذاعيه برنامج طريف كل يوم الصبح بتمثل شخصيه شعبيه قوي بتروح تتنصت على الناس في الحاره وتزور الناس في الحاره وتتكلم على الناس في الحاره ما لهاش شغلانه الحكايه دي توقع بين الناس وبين الجيران وكده. شخصيه كان دمها خفيف كان فنانه ملك الجمل واعتقد معاها فؤاد مهندس جوزها فجوزها ينهارها يقول يا فلانه يا فلانه بلاش الكلام ده عيب وما يصحش تقول له ايه بقى انا يعني هدفي مصلحتهم عموما خلينا في حالنا احنا مالنا بعد ما تتكلم عن الجيران لمده نص ساعه تقول له ادينا خلينا في حالنا احنا مالنا خلينا في حالنا. فالاعلام بيعمل حاجه زي كده نميمه وكلام من ده وخناقات وتوليع وكبريت وبنزين وادلق على اي حاجه بنزين ارجع يهدي تاني ارجع يهدي تاني. المشكله بتاعت كان حد من المدربين الكويسين الكبار في النادي الاهلي يعني كل في مهمه فقال انا مستقيل لا مش عايزها خلاص هنا ما يعني ما علاء ميهوب تحديدا يعني توصل طلع كذا برنامج الصاده وطلعوه شهيد وطلعوه معتدى عليه وكانه تعرض تعرض لقطاع طرق قطعوه وكلام المساله يعني بسيطه ما تسواش ان انا اسخن فيها واولع فيها وادلق بنزين على حاجه بسيطه واحد ما عجبوش البوزيشن اللي هو التايتل او البوزيشن اللي اتحط فيه واستقال. فده يبقى حاجه بقى تولع الدنيا عشان يجيب نسبه بتاع وعشان فده نموذج فج جدا من الحاجات كتيره جدا الفجه. انا طبعا اتذكر الكابتن طارق سليبة ده واحد من رموز النادي الاهلي قال لي مره وقالها في اكتر من مناسبه لو النادي الاهلي كلفني ان انا ابقى بواب على البوابه يعني امسك حارس على البوابه مش هقول لا ابدا وهبقى سعيد بده. طيب كابتن اللي حصل معاه الكلام ده يعني الكابتن علاء هو طبعا تاريخ كبير في الكوره وهو مدرب كويس وانا اعلم ان هو شخصيه متميزه المفروض يبقى حذر من الاستخدام واستخدم بالظبط عشان في حكايه الفرقعه دي وبعدين مش المفروض هو بقى المفروض الاعلام نفسه الاعلاميين نفسهم. جميل قوي تعبير الحذر من الاستخدام ده بالسعر. طبعا لانه انا كنت متعمد افتح مع حضرتك الموضوع ده لانه موضوع فعلا بالنسبه لي انا مهم جدا وكمان بعد ما حضرتك تخلص كلامك هسالك عن ثقافه الشارع دلوقتي المتلقي للاعلاميين. هل هو فعلا الثقافه قلت قوي عشان كده بنسمع اي اخبار تفرقع فتلاقي فيها تفاعل في الشارع بس بعد ما حضرتك تخلص؟ لا طبعا في خطوره من يعني في خطوره. انا باخد الموضوع بتاع الكابتن علاء ميهوب ومع تقديري الشديد ليه يعني هو طبعا تقديري ليه كمدرب وكنجم وكشخص وحاجات كتير يعني هو شخصيه محترمه جدا لكن استدرج يعني ممكن يستدرج لحاجات زي كده. اللوم الكبير برضه مش عليه يعني هو ربما ما عندوش خبرات كافيه تعامل مع الحكايه دي ما عندوش خبرات كافيه بتاريخ النادي الاهلي وتاريخ رموزه وكانوا بيتصرفوا ازاي وازاي بينحوا نفسهم وبيقدموا مصلحه النادي ولو في حاجه زي كده خلاص بيسكت ما بيتكلمش لانه في مصلحه عليا وفي اشياء كتيره جدا قيم كتيره جدا تمنع ان هو يعني ايه من حقك ما تكملش بس ما يعني ما شوهش بقى في النظام او ما قللش او مش ما هدش المعبد لا المساله ما هياش كده خالص في النادي الاهلي لكن ده انعكاس للي حصل في المجتمع كله وللحاله يعني حاله السعار اللي موجوده في الاعلام الرياضي بشكل عام وحاله الخروج عن مش خروج عن النص لا ده يعني شايف حاله في منتهى الخطوره على الشباب منتهى الخطوره على المجتمع على المجتمع كله. شايفه اعلام رياضي ولا اعلام ولا شبه اعلام عام يا استاذ؟ لا هو طبعا يعني ملوش علاقه بالرياضه انت الرياضه مجموعه قيم
تتنافى تماما مع الكلام ده اللي حضرتك بنتكلم فيه دلوقتي. الشخصيات اللي بنتكلم فيها سبورتس مان شيب او الروح الرياضيه والاخلاق والخلق. الرياضي بيمثل شيء نبيل، اخلاق النبيل، نوبل، الفارس اللي بيضحي من اجل الاخرين، اللي يعني بيقدم نفسه من اجل الاخرين، المتواضع، اللي عنده روح ايثار، بيؤثر الاخرين على نفسه. وده شفناها في رموز النادي الاهلي ورموز في غير النادي الاهلي، يعني رموز كبيره برضه بره النادي الاهلي، في انديه اخرى، الزمالك زي الاتحاد السكندري، يعني في رموز كبيره جدا في مصر. لكن النادي الاهلي لانه قلعه كبيره فقدم اكبر عدد من هؤلاء الرموز. النادي الاهلي بيمثل اختزال المجتمع كله، الثقافي والسياسي والفني او اختزال تفوق المجتمع. هتلاقي فيه كل هذه النماذج. انا مش عايز اخرج بره، لا مش هنخرج. كل الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مرتبط بالاسماء اللي حضرتك هتتكلم فيها دلوقتي. لان دي ادت نماذج، ان زي ما حضرتك قلت ان هم زي الجنود المجهوله، عملوا كل حاجه واحنا بنتذكرهم تاني دلوقتي او بنعيد كلامنا عليهم في الاعلام. اتفضل. انا بس يعني الواحد يقول لاخواته، تلامذته، اولاده، واساتذته برضه، ان احنا بس يعني حكايه الرجل اللي عض كلب، يعني لازم تبقى يعني مجريش ورا السبق او ورا الفرقعه، يعني في حد فاصل وفي ليا سقف وليا يعني ليا قيم، بحيث ان انا ما اجريش ورا الحاجه اللي تفرقع بصرف النظر عن اثرها الاجتماعي ايه او اثرها النفسي ايه او اثرها الرياضي ايه على ناس كتير. ما ينفعش اقول انا هو بس على مسؤول، بس على مسؤوليتك. يعني ايه على مسؤوليتك؟ لا، مسؤوليتك انت بالظبط، لان هو ممكن ما يعرفش مسؤوليته بالزبط. ما يعرفش المسؤوليه الاجتماعيه. لكن انت كاعلامي ليك رساله وعارف حدودك وعارف مسؤولياتك الاجتماعيه ايه. ضمير يعني اعلامي. طبعا ضمير مجتمع، يعني مش ضمير اعلامي بس. انت بتمثل قيم اجتماعيه وتمثل ضمير المجتمع. لما يكون عندك ضيف وعايز يشوط في واحد او يشتم او يخرج على النص باي شكل، لا لازم انا ما ينفعش الكلام ده. لكن ما ينفعش اقول بس على مسؤوليتك. بنشوفها في برامج كتير ومع اشخاص كتير وناس كتير. ما ينفعش حكايه على مسؤوليتك. قول ايه؟ اقول عدس على مسؤوليتي. في متلقي ولازم نحترم المتلقي ده. بالظبط، البيوت اللي بندخلها. ما اعرفش يعني تحب نكمل ازاي؟ طبعا هنكمل. احنا بنربط الاحداث بمثل هذه الشخصيات. لازم لما بقى معايا حد جميل زي حضرتك، حد عنده ربنا يخليك رؤيه، عنده ضمير، عنده ثقافه، كان لازم اساله السؤال ده. لان فعلا الموضوع صعب قوي يا سعيد، الموضوع قوي صعب جدا. كمان لما تيجي تتفرج، انا اولادي في البيت مثلا بيتفرجوا على اي حاجه رياضيه او اي حاجه في العموم، الموضوع صعب زي ما حضرتك بتقول، الضمير الاعلامي او الضمير المجتمعي ندخل بيه البيوت. فطبعا كان لازم يبقى فيه مقاييس، ولازم يبقى فيه كل المبادئ اللي حضرتك بتتكلم فيها. بنتكلم عن نماذج دخلت النادي الاهلي واسماء اتحفرت او ارتبطت بالنادي الاهلي، لكن بنتذكرهم اعلاميا تاني. عشان كده بس احنا ربطنا دي. اتفضل. ما بقول لك قيمه، يعني از اكزامبل، يعني ما بقول لك على الكابتن طارق سليم. قال اكتر مره وقال لي الكلام ده اكتر مره، والله لو قالوا لي محتاجين يعني حارس على الباب هعملها بمنتهى الروح الرياضيه، هبقى انا مبسوط، لان ده النادي الاهلي وده بيتنا. فانا لما تحط بتقدم النموذج ده دايما، فانت بتقدم اكزامبل للي جاي بقى بعد كده، والناس يبقى في معيار او في مسطره بتشوف يعني النموذج ده اللي ادى النادي الاهلي كتير وما خدش من النادي الاهلي حاجه خالص، ما خدش فلوس، ما خدش اي حاجه خالص. ما ينفعش حد يجي بعد كده محترف او بياخد فلوس او كلام من ده يقول لك لا وبتاع، يعني ما تمشيش خالص من النادي الاهلي. الاحتراف مش عيب اطلاقا. مش عيب، بس ما ينفعش بقى، يعني ما ينفعش نخرج عن القيم الجميله دي اللي عايزينها في المجتمع، مش عايزينها في النادي الاهلي بس. يعني قيمه النادي الاهلي ان هو مناره ومركز اشعاع اجتماعي في المجتمع كله، لانه بيمثل الطبقه الوسطى، الشريحه العظمى من المجتمع، والطبقه الوسطى دي حافظه القيم بتاع المجتمع.
ده يعني علماء الاجتماع عارفين الكلام ده وجماعة بتوع السياسة، ان الطبقة الوسطى هي دي اللي بتحمي قيم اي مجتمع. بالظبط، عصب المجتمع احنا بنسميها في حقوق عندنا. بالظبط، فانت هنا النادي الاهلي بيمثل هذه الطبقة الوسطى بما فيها بقى مثقفين ومتعلمين ومهندسين واطباء وضباط وكل حاجة. هي دي في الاهلي هو الممثل لهذه الطبقة. بالظبط، يعني هو الاختصار واختزال، حامل هم المجتمع، حامل قيم المجتمع، مدافع عن المجتمع. والرياضه ما تعملش عشان ناس تطلع تتخانق مع بعض في برامج رياضيه، وناس تطلع على التليفون تشتم بعض، وناس بقت خناقات بس السعيد ده بقت حاجات يعني. وبعدين طريقه ثقافه خلت بام الناس تغمز على بعض وترمي على بعض كلام وتلقح على بعض، ومذيعين او مقدمين يلقحوا على بعض. ايه ده؟ وبعدين في ناس تقعد تمدح نفسها. ايه ده اللي احنا بنشوفه ده؟ عمر ده ما شفناه قبل كده. صعب فعلا، يعني ما يمدح نفسه الا ابليس. لكن يعني حتى اخلاقيا ما ينفعش ان واحد يقعد يمدح في نفسه. انفرطت واحنا اللي عملنا، وتبص تلاقي الخبر تافه اساسا. انفرطت بايه؟ بالظبط، ايه اللي انفرطت بيه عشان تقول احنا انفرطنا واحنا اللي بنعمل واحنا وانا عنطر وانا الشجيع؟ ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. يعني خلي شغلك هو اللي يتكلم عنك. يعني خلي ادائك هو اللي يتكلم عنك، زي ما احنا بنتكلم على رموز دلوقتي. ذاكر يعني ذاكروا الميثاق الاولمبي، وذاكروا تاريخ الرياضه، وذاكروا قيم الرياضه. ياريت كويس، يا ريت، عشان مش نصلح بس يعني مؤسسات الرياضيه، نصلح المجتمع كله. الرياضه مرآة للمجتمع كله، اخلاقيا وحضاريا وكده. ليه بتدفع مليارات، وليه الدول بتتصارع ان هي تستضيف دوره اولمبيه او تستضيف كاس عالم او كلام من ده؟ عشان الكلام ده، عشان تقدم نفسها. بالظبط، هتلر سنه 36 رفع ميزانيه الدوره ووصل للحكم سنه 33 حزب النازي. فجاب جوبلز مدير الدعايه بتاعه، قال له الميزانيه بتاعت الدوره الاولمبيه كام؟ كان فاضل عليها 30. قال له 3 مليون دولار بما يعادل يعني. قال له هنضربها في 10، 30 مليون، لان احنا عايزين الرياضه، عايزين نجاحنا في الدوره دي، هو عايزين دي دوره اولمبيه فاترينه عرض للنظام بتاعنا السياسي بتاعنا. والالمانيا الجباره. جميل قوي. عايزينها فاترينه عرض، هي دي المناسبه الوحيده اللي تبقى فاترين عرض لألمانيا الحديثة، زي مناسبة استضافة الدورة الأفريقية كده، لازم نعملها بالشكل اللي كان بيفكر فيه. ألمانيا أيامها يعني هتلر دفعوا فلوس كتير جدا عشان يعملوا مخترعات تخدم الدورة. لك أن تعلم التلفزيون اخترع عشان دورة 36، ظهر لأول مرة اختراع التلفزيون ده في الأولمبيك جيمز 36. في مخترع حاجات جديده جدا ظهرت لاول مره، زي جهاز الفوتو فينيش في الالعاب القوى وفي السباحه وكده، ظهر اول مره سنه 36. دفع فلوس كتير للعلماء عشان يخترعوا حاجات تبهر، تبقى مبهره لجمهور الدوره. هم جايبين من كل انحاء العالم. الدوره الاولمبيه ده يعني منتدى ضخم جدا عالمي. فهو عايز هتلر او النظام السياسي بتاعه، النادي بتاعه، يقول ان احنا احسن نظام، احسن من النظام الشيوعي واحسن من نظام راس مالي. مفيش مناسبه احسن من كده ان هو يقول فيها الكلام ده. المناسبه هي دي. بالزبط. فهو طبعا يعني هو اهتم بالاعلام جدا، ودفعوا فلوس يعني قدموا فاسيلتيز كتير جدا للاعلاميين وخدمات جباره، وعملوا كان في منطاد اسمه منطاد زيبلين يطلع من المانيا يودي الصور لكافه اوروبا بتاعت الدوره في نفس اليوم ويرجع في نفس اليوم. كان شيء جبار. فانا هنا بنرجع مرجوعنا ان الرياضه مرآه يعني مرآه للتحضر. يعني هي المرآه كبيره وهي الفترين الضخم الجباره للتحضر. فاحنا يجب ان نكون منتبهين لكده، ولما نلاقي ان في يعني اشياء عكس كده او سلبيه أو كده، لا دي مش رياضه، احنا مش رياضه، احنا في خناقه. بالظبط، دي خناقات شوارع. بالظبط، احنا ما لهاش علاقه اطلاقا بقيم الرياضه ولا بالرياضه. سموها اي حاجه ثانيه، لكن هي دي الرياضه. ده بمناسبه الكلام عن النبلاء دول بكلمك عنهم. بالظبط بالظبط، يعني الرياضه زي ما حضرتك بتقول بيبقى فيها اشخاص بتجسد القيم اللي حضرتك بتتكلم فيها. الاشخاص اللي حضرتك اللي هنتكلم دلوقتي وهنذكرهم بالاسم، وشخصيه محترمه زي حضرتك وشخصيه اصيله زي حضرتك انها تفتكر اسماء زي كده وبتطالب ان هي تكرم وبتطالب ان هي نذكرها في الاعلام، فهي حاجه محترمه من حضرتك جدا جدا. يعني في اي مناسبه لابد ان نقدم الرموز بتاعتنا دي. مصر مليانه رموز جباره جباره. المهندس عبد المنعم وهبي ده تمام سنه 2007 الاتحاد الدولي
عمل حاجة جديدة جدا، الاتحاد الدولي اللي هو الاف اي بي اي لكرة السلة، عمل حاجة جديدة جدا، يعني عمل الهول اوف فيم او قائمة الشرف، تمام، وقاعة العظماء، وجاب لجنة كبيرة جدا من خبراء ومؤرخين يطلعوا له أحسن النماذج، أحسن اللعيبة في التاريخ. دي الصور قدام حضرتك، هي قدام السادة المشاهدين، اتفضل. أحسن لعيبة في التاريخ، ده من الاتحاد الدولي، ده النازل على الموقع بتاع الاتحاد الدولي. وجابوا أربع، يعني طلب اللجنة دي عشان مش يكرموا، يكرسوا فكرة دول يجب أن يكون يخلدوا تاريخيا. جميل. فهيتعمل لهم شيء خاص. فكان أربع نماذج، يعني في الأوفيشالز اللي هم الحكام، وفي الكوتشز المدربين، وفي اللاعبين بلايرز، وفي اللي هم دول اللي هو بيسموهم الكونتريبيوترز، او اللي ساهموا في رفع مستوى اللعبه، او دول اداريين، او دول قيادات تاريخيه. من ضمنهم اثنين مصريين، كانوا 24 واحد، من ضمنهم اثنين مصريين، ولا واحد من القاره الافريقيه، ولا واحد عربي، لكن اثنين من مصر. ده شيء مشرف جدا طبعا لينا، عبد المنعم وهبي وعبد العظيم العاشري، والاثنين كانوا في السنتر بورد في وقت من الاوقات بتاع الاتحاد الدولي. عبد المنعم وهبي هو اسس الاتحاد الافريقي لكره السله، وبعدين فايس بريزيدنت الاتحاد الدولي، نائب رئيس، وقبليها كان رئيس الاتحاد المصري، ماشي وراه بالظبط على نفس الخط. كان عبد العظيم عشري اسسه كره السله في النادي الاهلي، وبالتالي دي كانت نواه كره السله في مصر سنه 31. وبعدين قصه كبيره، عبد المنعم وهبي كان رئيس لجنه اولمبيه مصريه، وعضو لجنه اولمبيه طبعا دوليه، بحكم كونه نجح دورتين متتاليتين. خلي بالك كره السله المفروض رئيس الاتحاد اللي يسيطر عليها امريكا، تمام، لانها المتفوقه في كره السله، امريكا وروسيا وكان يوغوسلافيا وكده حد اوروبا. كون مصري يبقى رئيس اتحاد دولي ودورتين متتاليتين وانتخابات، وده اكبر اتحاد من 1968 في دوره المكسيك انتخب 1968 في دوره انتخب سنه 72 في دوره ميونخ اتجدد له تاني، انتخبوه تاني لغايه 76 دورتين. وده شيء يعني شيء مشرف جدا طبعاً لمصر طبعا. انت فين من كره السله العالميه؟ انما كان زمان كان عندنا فريق قوي، اللي كان فيه كان منتخب قوي، اللي كان فيه ده عبد المنعم وهبي وعبد العظيم عاشري وناس يعني عمالقه. بس كون هو يطلع كادر من النادي الاهلي واخترق الاسقف دي كلها ويوصل، ده اخترق طبقه اوزونيا، ويوصل لقمه الاتحاد الدولي. هنا المسيره دي كلها محتاجه ان احنا نحتفي بيها، وده مسيره نموذجيه من لاعب لكابتن منتخب مصر، مثل مصر، وبعدين حكم دولي، وبعدين كادر دولي اسس الاتحاد الافريقي، وبعدين عضو مجلس وعضو في السنتر بورد الاتحاد الدولي هما الاثنين، وبعدين نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبعدين رئيس الاتحاد الدولي الاكبر اتحاد في واحد اكبر خمس اتحادات في العالم. لا احنا هنا انجاز جامد جدا، وناس كتير جدا ما تعرفوش فعلا. انا اشك ان في مسؤولين ما يعرفوش الكلام ده، يعني المسؤولين عن الرياضه اشك ان في كتير ما يعرفوش، والا لو عارفين الكلام ده لابد كان يتعمل اشياء، لابد نكرس الرول موديلز دول ويتعمل لهم حاجات يعني نحتفي بيهم، مناسبات في المناسبات في كده، انما ما نقعدش نحتفي بناس يعني ما لا تستحق الاحتفاء. يعني ما ينفعش يطويهم النسيان. عبد المنعم وهبي تزوج من السيده نفيسه الغمراوي. نفيسه الغمراوي رائده الرياضه النسائيه في مصر، وهي اللي دخلت الرياضه النسائيه في النادي الاهلي، ودي كانت سباحه، عبرت سبحت في الثلاثينات من دمياط لراس البر، ودي مسافه كبيره جدا، وهي شقت الطريق للرياضات النسائيه. كان المجتمع المصري مغلق شويه، محافظ قوي في العشرينات والثلاثينات وبدايه القرن، وده كان مقصود، يعني كان المستعمر كان قاصد الحكايه دي، هو يقفل على المجتمع. لكن في نماذج شقت او حفرت في الصخر او عبدت طرق، فتحت عملت فتح كبير
بينما للرياضه النسائيه وفي كافه المجالات عندك في الصحافه امينه السعيد وفي دكتوره بنت الشاطئ وفي في المحاماه في اسماء كتير بس مش حضراني دلوقتي اللي هم في العشرينات والثلاثينات كسروا التابو ودخلوا يعني واندمجوا في المجتمع ودخلوا في الصراع وقدموا نفسهم كابطال في كافه مجالات يعني في بدايه الخمسينات اسمها سميره موسى عالمه ذره في كان في يعني في علماء عالمات وفي كل المجالات وفي اللي في القانون اللي برع في القانون اللي برع في الادب اللي برع في الفنون اللي برع في كل حاجه فدول كانوا محتاجين حد يعني حد يبدا الطريق كان من ضمن دول كان في مثلا لطيفه النادي دكتور لطيفه النادي اول مصريه تسوق طياره في الثلاثينات بعديها على طول نفيسه الغمراوي في الثلاثينات برضه دول اتنين مهمين جدا هي اللي اسست كليه التربيه الرياضيه للبنات كانت اول عميده وقعدت 22 سنه عميده سباحه لاعبه هوكي اسست كره الطايره والسله للبنات في النادي الاهلي فهي كان هي وعمنا وهبي يعني كان بعد كده تزوجها يعني فليها دور عظيم جدا اكيد طبعا ان هي قدوه ورول موديل مهم جدا لولاها ما كنت تشوف بقى النهارده بطلات في مصر في كافه مجالات اللي تاخد بطوله العالم في الكاراتيه وفي الجودو وفي السباحه النهارده في نماذج جم يعني لولا دي لولا النماذج دي ما شفناش بقى ما كناش شفنا واحده زي ايناس حقي دي على فكره بنت يحيى حقي الاديب الكبير دي عبرت المانش في بدايه الخمسينات بعديها شهير عبد الباقي كبري رابلو عبر المانش بعديها سحر منصور شادية الراغب وطابورك في سنه 74 اصغر سباحه على عبرت المانش في العالم كانت مصريه عبله خيري بنت الفنان عادل خيري ممثل مسرحي كبير تمام عبله خيري كان عندها 13 سنه لما عبرت المانش لولا اللي فتحت الطريق او يعني اللي كانت قدوه واخترقت ما كانش ده حصل في كل المجالات هتلاقي في حد فتح الطريق قدوه كسر حاجات كتير كسر جداً حاجات كتير كسر تابوهات وكان مؤمن بانه على حق بالفكره بتاعته بالزبط. فبياخد وراه تتفتح بقى بعد كده زي ما تكون بتكسر سجن فبيطلع منه ناس بتكسر يعني بتكسر قلعه عشان تحرر ناس فمن ضمن الناس اللي كسروا القلعه هذه في النادي الاهلي في حديقه راتب باشا شجره اتزرعت يوم زواجهم يوم زواج منعم وهبي ونفيسه الغمراوي ودي كان شيء جميل جدا الشجره دي بعديها كبرت وبقى يقعد تحتيها بقى المشاهير الاهلي فريق مرتجي والكابتن عبد الصالح الوحش وبتاع وكلام من ده زواج بطل وبطله ومش اي ابطال مش اي ابطال اخر منصب اعتقد انا قلت لك ان هو كان محافظ اسكندريه اختاروا السادات كمحافظ اسكندريه لانه كان يعني طبعا تاريخ كبير وادارجي وكذا لو حكيت لك مش يعني في كلام كتير قوي يتحكي عنه بس انا ابقى فخور قوي ما افتح الموقع بتاع الهول فيم بتاع الليست بتاع الاتحاد الدولي تبقى فخور ان هو سنة 2007 واحد من 24 أكيد. واحد اتنين. هو اتنين يعني من 24 واحد انا اندمجت مع وبعدين في حوالي في كذا وعشرين لعيب لاعب برضه في حوالي 18 حكم حاجة زي كده يعني حكام ولاعيبة وكونتربيوترز اللي هو يعني اداريين او قيادات خبراء وكوتشز ومدربين شيء مشرف جدا ده ما حصلش في تاريخ مصر الا بعديها بقى بسنوات كتيره واحد من تلامذته برضه من تلامذه عبد المنعم وهبي الدكتور حسن مصطفى ده حد من تلامذته اكيد وتلامذه الناس دي او الرايل ده انا كنت بشوف يعني كان سهل قوي تشوف في النادي الاهلي يوم الجمعه ان عبد المنعم وهبي عبد العظيم العاشري عبد العزيز الشافعي ماشيين مع بعض النادي الاهلي انا في سنه 71 او 72 كنت مندوب الجمهوريه في النادي الاهلي
في النادي الاهلي كان ملقى في اخبار لكل حاجه. هتلاقي فيه كوادر في جميع الاتحادات. عبد العزيز شافع رئيس اتحاد السله السباحه، مش عارف مين، محمود حسن رئيس اتحاد المصارعه، مش عارف مين، هتلاقي كل كوادره في كل الاتحاد. النادي الاهلي ده مدرسه او قلعه لصناعه الكوادر. محدش عمل، كان مفيش نادي عمل كادر زي عبد المنعم وهبي ده يوصل لرئيس اتحاد دولي، او لحسن مصطفى، دكتور حسن مصطفى مع احترامي يعني الالقاب، واخد بالك؟ فده قيمه، دي قيمه يعني قيمه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي وقيمه الشخصيات العظيمه دي. وبعدين لو دخلت بقى جوه الشخصيه دي هتلاقي الروح الرياضيه الايه والنبل الايه، اخلاق العاليه ازاي. يعني في يعني في ليه حكايات كتيره، ولكن تلك قصة أخرى. والله عشان نتكلم عن آخرين. أنا اللي فخور إن أنا قاعد مع شخصية زي حضرتك. ربنا يخليك. شاهد على التاريخ. لا 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 ربنا. أصيل. لا لا راجل أصيل كمان، إن أنت بتتكلم على شخصيات فعلا بتتكلم عليها بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصدق، وبتبرز دورها على أحسن ما يكون يعني. يعني أنا قاعد أنا زعلت إن أنا مش عارف، أنا بصراحة مش عارف كل التواريخ دي للأسف. وأكيد في الواحد أبطال الواحد بيتحرج يتكلم عن ناس عايشة. لكن دي ناس مش يعني مش موجوده معانا، مش عايشه معانا، قد الدور في تاريخ مصر دور مهم جدا اكيد، وكان رموز مهمه جدا وعظيمه لمصر. فالواحد بيتكلم براحته، والحقيقه لازم يديهم حقهم اللي ما خدوهوش، لان الاعلام بتاعنا الحقيقه مهتم بالفقاعات وبالتفاهات وبالحقيقه يعني في الاغلب الاعم، لكن في جادين كتير، وفي الحقيقه رموز جيده أكيد. في الاعلام الرياضي متميزه وممتازه، لكن في برضه اللي بيهتم بالقشور وبالحاجات التفاصيل الرفيعه اللي ما تهمش اي حد، ونقعد نجري ورا لاعب خد كام ودخل مش عارف، ونسيب حاجات زي كده. كويس، الكوره مهمه جدا ولابد نهتم بيها، واحنا في نظام احتراف لابد نهتم، لكن لابد ان احنا نستخدم عقولنا ونميز، لان احنا قدى، احنا قدوه، قدوات. الاعلامي ده قدوه يعني. فالمفروض يبقى عارف رسالته، واعي ليها كويس قوي، امتى يعمل فرامل، امتى يعمل الصوب، امتى يقول ده ما ينفعش، ويكون عينه باستمرار على ان في متلقي غلبان ده، يعني متلقي ده ما ينفعش اخدعه، ما ينفعش ازيف له حقائق، ما ينفعش اشتغل مطبلات لحد للعيب او لغير، لا ما ينفعش الكلام ده، ابقى موضوعي ومعلوماتي وكلام مندس. فده شخصيه، واحد من الشخصيات، واخد بالك؟ اتفضل. طبعا الدكتوره نفيسه الغمراوي يعني حدث ولا حرج في اللي عملته في كليه التربيه الرياضيه للبنات، وطلعت اجيال جميله جدا، وطلعت بطلات كبار جدا كانوا دايما باصين لها ان هي رول موديل. لو اتنقلنا مثلا تاني على نماذج تانيه، يعني في الحقيقه في دماغي نماذج كتير جدا نفسي اتكلم عنها. اتكلم يعني انا مبسوط جدا بصراحه من الحوار ده يعني، وقاعد كمان حاسس ان انا قاعد مع تاريخ ما شاء الله. لا تاريخ ولا حاجه، بس هو الواحد بيذاكر وبيقرا كتير، بس يعني ده الشيء بس الوحيد المتعب يعني. لكن دي هوايه، انا بحب القرايه، وبحب يعني اتحقق من كل شيء بنفسي يعني. وده مطلوب جدا يعني. ده تقريبا مشروعي الاعلامي، او مشروعي الصحفي، او مشروعي الثقافي، هو التاريخ والتوثيق التاريخ اللي بشغال فيه بقالي يمكن 40 سنه. فدي شخصيه في منتهى الاهميه. هتلاقي زي عبد المنعم وهبي ده ابنه مثلا، كان عمرو وهبي، عبد المنعم وهبي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي برضه، ادى النادي الاهلي كعضو مجلس اداره، ادى النادي الاهلي كرئيس نشاط رياضي في النادي الاهلي، واحد من اللي اسسوا النشاط الرياضي في النادي الاهلي ونظمه جدا. تمر الايام ويجي عمرو ابنه ويمسك برضه اداره النشاط الرياضي. في وقت من الاوقات كان عبد المنعم وهبي ده التريجر او امين صندوق النادي الاهلي، وفي وقت من الاوقات هتلاقي ده مع ثروت اباظه، مع فكري باشا اباظه، مع نور الدين طراف، في نموذج كتيره جدا. هتكلم لك عن الدكتور نور الدين طراف. تمام. ده واحد، ده كان يعني انا اول مره اسمع اسمه كان سنه 71 او 72، كان في ازمه بين الاهلي وبين التلفزيون على الاذاعه، والاهلي قرر ان هو ما يذيعش، ومجلس اداره، وبعدين الاخر ازاء بعض الضغوط
فالاهلي رجع في كلامه ومجلس الاداره، فصالح سليم استقال لانه ما تمسكش المجلس، ما تمسكش بمبدأه بالحكايه دي. فالمهم حصلت ازمه كان كبيره. وبعدين انا في يوم من الايام داخل النادي الاهلي الصبح، فلقيت الفريق مرتجي الله رحمه الله عليه، وكمال بيه حافظ رحمه الله عليه برضه. فانا بقول لهم رايحين فين وكلام من ده، وكان الساعه 12 كده الظهر، وكان ايام الازمه، وعملتوا ايه هنعمل ايه وفي هتعملوا ايه وطلع. لا احنا رايحين نشوف راي الدكتور نور الدين طراف كبير الحكماء، كان اول مره اسمع اسمه عن يعني اعرف اه. فبعد كده سالت عنه وكلام من ده، فقالوا حكوا لي عنه يعني حاجات كتيره جدا. دكتور نور الدين طراف ده سنه 35 36 في ثوره الطلبه ضد الاحتلال البريطاني، كان هو رئيس اتحاد الطلبه في جامعه القاهره اللي كان اسمها اللجنه العليا، وكان النائب بتاعه المهندس احمد دمرداش توني. كان ليه نشاط سياسي كطالب ومظاهرات، وكان واحد من اللي كانوا في مظاهرات كوبري عباس لما الاحتلال البريطاني فتح كوبري عباس عشان المظاهرات ما تخشش على ميدان التحرير، وناس وقعوا وفي حد مات، واحد او اثنين ماتوا، ودي واقعة كوبري عباس دي كانت شهيره جدا. المهم ليها له تاريخ سياسي وتاريخ نضالي قبل الثوره، لذلك لما قامت ثوره 23 يوليو عبد الناصر يعني اختاروا وزير صحه من 52 ل 58، 58 اختاروا رئيس وزاره لدوله الوحده مع سوريا، كان ايامها الجمهوريه العربيه المتحده، رئيس وزاره وصل لرئيس وزراء. هو كان لعيب تنس طاوله وزوجته كانت بطلة تنس طاوله في النادي الاهلي، واحده من رواد طب الاطفال في مصر، دكتوره انيسه الحفني، والدها كان برضه دكتور شهير جدا دكتور حفني، وهم عائله طبيه عباقره يعني، وليهم اولادهم اطباء مشهورين يعني. الدكتور يحيى نور الدين طراف ده استاذ كبير جدا، استاذ جراحه عظام في كليه الطب جامعه القاهره، والدكتور هشام برضه استاذ استاذ امراض صدريه عائله طبيه والدكتور يحيى له يعني له في الكتابه وفي الثقافه وكده، بيكتب حاجات من وقت تاني جميله جدا في مصر اليوم، كاتب يعني وكاتب جيد. المهم برضه النادي الاهلي كان سبب في او البطوله او هنا يعني النادي الاهلي اجتماعيا عمل اسره ثانيه، الدكتور نور الدين طراف والدكتوره انيسه الحفني اخت العظيمه رتيبه الحفني طبعا، مؤسسه معهد موسيقى ومؤسسه يعني اسست حاجات كتير جدا فيما يتعلق بالفن والموسيقى والموسيقى كلاسيك وكده، واحده من رواد الموسيقى المصريه. ده نموذج برضو من النماذج العظيمه جدا مهمه جدا. دكتور نور الدين طراف اخر حاجه وصل لها منصب دولي برضو نائب رئيس منظمه الصحه دي العالميه نائب رئيس منظمه الصحه العالميه، منصب مهول يعني منصب كبير جدا، واحده من اكبر المنظمات في تبع الامم المتحده طبعا، زي حاجه كده زي اكبر منظمه اليونسكو يعني فده كان رئيس مجلس حكماء النادي الاهلي، او كان الحكيم الاكبر للنادي الاهلي اللي انا يعني شفت وقائع وسمعت احنا رايحين للدكتور نور الدين طراف. لا هو اللي هيفصل لنا في الحكايه دي الدكتور لما او ابناء الاهلي يختلفوا مع بعض او كلام من ده، لا في كبير مين دكتور نور الدين طراف ده واحد منهم يعني. وكان طبعا فكري باشا ابو باظه برضه واحد من اللي هو الحكماء في وقت من الاوقات يعني. فكري باشا ابو باظه ده العيله الاباظيه كلها اهلاويه على فكره، شرقاويه وكلهم الخلاف سعيد لما رجعوا بقى للدكتور نور الدين طراف الخلاف ده وصل لغايه فين؟ لا هو لما بيحسم الدكتور نور الدين طراف يقول كذا خلص الموضوع فخلص الموضوع يعني. لكن فيما يتعلق بالخلاف ده يعني اعتقد ان قال لهم صالح سليم على حق يعني اعتقد ان ايامها الازمه يعني قال لهم انا لو مكان صالح هعمل كده
لانه صالح اتمسك بمبدا هو كان القصه ان التلفزيون كان بيأخر فلوس للاهلي او ما بيدفعش تقريبا والاهلي محتاج فلوس محتاج موارد عشان نقل الماتشات فاتفقوا مع بعض مجلس اداره وصالح تبنى الحكايه دي في ايام مجلس الوكيل الدكتور عبد الحميد الوكيل الدكتور ابراهيم الوكيل وبعدين بعد كده الفريق مرتجي فريق مرتجي لانه رجل دوله وكده اما الامن بيقول لا ما ينفعش وكلام من ده لان هو تكوينه العسكري وكلام من ده بيبقى ليه طبعا رؤيه ثانيه وكده صالح سليم بيمثل القيمه الخالصه يعني او القيم النبيله المباشر اللي ممكن تقول عليها مثاليه الى حد ما الى في بعض الاوقات يعني فهنا حصل يعني صدام شبه صدام بين مثاليه صالح سليم وبين واقعيه الفريق مرتجي وكونه رجل دوله وكده الخلاف ده كبر لدرجه صالح قدم استقاله لغايه لما فصل فيها الدكتور نور الدين طارق هو قال انا لو مكان صالح هعمل كده يا جماعه معلش تفهموا ان ده واحد يعني المبادئ ما بيشتغلش لمصلحته اطلاقا ده بيشتغل بقيم ومبادئ عليا وحاولوا قدر الامكان تكسبوه يعني ما تخسروهوش حتى هم ما قبلوش الاستقاله يعني وقتها يعني اجلوا النظر في الاستقاله هو صمم وبعدين انضم ليه كان بعديها ثلاثه او اربعه من ضمنهم بشار عبد المجيد محمود وكان محرم الراغب كذا يعني كانوا خمسه عمل وصلوا لخمسه يعني انحازوا لوجهه نظر كابتن صالح وكده فانت هنا يعني مش عايز اخرج بره الموضوع بتكلم عن قيمه الدكتور نور الدين طراف او القيادات اللي بتقدمها النادي الاهلي او مرتبطه بالنادي الاهلي ده يعني في بعض النماذج في تاريخ النادي الاهلي الاهلي يعني نماذج في السياسه وفي النماذج الاجتماعيه ونماذج رموز بارزه في المجتمع المصري طبعا الاهلي بيمثل بالنسبه لهم كان محور الكون طبعا يعني فكري باشا ابو كان الساعة 7 الصبح يبقى في النادي الأهلي، يقعد في المكان اللي اتحول بعد كده لقاعة فكري باشا أباظة اللي في الدور الثاني في المبنى الاجتماعي، يقعد في نفس المكان ده يكتب مقاله، يفطر، يقعد مع أصدقائه، وبعدين يبدأ يومه بقى من هناك يروح المجلة، يروح آخر المصور أو عنده نشاط سياسي في البرلمان، كان نائب برلماني لمدة كبيرة جدا وكان خطيب مفوه بارع. يطلع يا اما عنده برلمان يا اما عنده المجله وبعدين يخلص على الساعه 5 6 كده يقعد في النادي الاهلي لغايه الساعه 10 11 بعد كده يروح يروح على شقته اللي في عماره الاموبيليا اللي اداها له احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي اللي بنى عماره الاموبيليا اللي كانت اكبر عماره في مصر انذاك سنه 42 وتلك قصة أخرى نقولها بعد الفصل ولا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الرائع أستاذ سعيد وهبة الشاهد على تاريخ النادي الأهلي حوار ممتع جدا استنونا بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومنورني ومشرفني الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سعيد وهبه اتشرف بيك المره الثانيه اهلا بيك يا ابو حميد انا اشكرك جدا ربنا يخليك يا رب عايزنا نروح لفكري باشا اباظة مره ثانيه نتكلم عليه بتفاصيل اكبر يعني فهو فكري باشا اباظة يعني واحد برضه من رموز النادي الاهلي المهمه جدا كاتب واديب وصحفي وكان نقيب الصحفيين اربع دورات وكان برلماني مفوه وخطيب بارع واحد خطباء ثوره 1919 ومصطفى امين كتب عنه قال ان هو كان في مجلس عضو في مجلس النواب لمده 5 سنين وكان الكرسي بتاعه او مكان البنش بتاعه ورا اختار ان هو يقعد ورا فكري باشا اباظة لان بيقول كان مفوه وكان تستمتع باستجواباته ويطلق السهام
ولكن لا يسيل الدماء. يطلق السهام على خصومه في البرلمان لكن لا يسيل الدماء. يطلق الرصاص لكنه لا يقتل. انما كان مفوهما وكان بارعا وكان كتب يعني هو كان يحب يستمع الى خطبه. قال ان هو كان بيمثل الحزب الوطني. قال كان في 4 نواب بس في الحزب الوطني، هو واحد منهم، لكن اذا تكلم فانه يتكلم باسم الشعب المصري كله. جميل. تحس ان مصر كلها بتتكلم، حزب واحد. ان مصر كلها بتتكلم. ده من براعته. وكان ليه برنامج في الاذاعه، وقعد من سنه 1926 لغايه 61 رئيس تحرير. تقريبا هو اطول رئيس تحرير في تاريخ الصحافه المصريه. رئيس تحرير مصور. وبعد كده او في خلالها كان الهلال، مجله الهلال، وكان كاتب الى حد ما ساخر، يعني كان عنده قدر من السخريه، بس السخريه مش الجرحه. وكان احد نجوم المجتمع المصري. وفي وقت من الاوقات سنه 44 في ليله العيد، ام كلثوم غنت في النادي الاهلي اغنيه يا ليله العيد لاول مره. الملك فاروق حضر في اثناء الحفله، وبعدين ام كلثوم ابدعت فيها، فنادى فكري باشا اباظه، كان قاعد قريب منه، كان وكيل النادي، وهو بعد كده بقى وكيل شرف في النادي الاهلي. نسيت اقول لك ان الدكتور نور الدين شراف طراف رئيس شرف النادي الاهلي. جميل جميل. دي نوعيه رؤساء شرف في النادي الاهلي، خلي بالك. فالملك قال له انا انعمت على السيده ام كلثوم. الماده اللي حضرتك جايبها صوره فكري باشا اباظه يعني. قال فالملك فاروق قال له انا انعمت على ام كلثوم في الفاصل بقى بعد ما غنت للعيد بأسامة الكمال. أسامة الكمال ده كان لا يمنح إلا للأسرة العلوية، لسيدات الأسرة، لأميرات يعني الأسرة العلوية. فكان أول مصرية تاخد أسامة الكمال ده، وكان أيامها طبعا في سياق تاريخي لده، يعني في الأربعينات والثلاثينات وكده. كان في السياق التاريخي ده شيء، كان هدية أو جايزة كبيرة جدا لأم كلثوم. وهي دي صورة أم كلثوم مع فكري باشا أباظة. على فكرة فكري باشا أباظة كان المحامي بتاعها، بتاع سيدة أم كلثوم، لأن هو بدأ حياته في المحاماة. وبعدين قال لك بعد كده، قال لي الكلام ده، قال لي لقيت المحاماة أنا بقعد واقف أتكلم قدام هيئة المحكمة 3 ولا 5 ولا 10 15 بكتير قاعدين في المحكمة، لكن في الإذاعة لما بتكلم لهيك مصر كلها بتقول لي أنت قلت إيه. فسبت المحاماة قلت لا، الإذاعة والصحافة هي أحسن. بعد كده يعني بعد كده ما بقاش محامي لام كلثوم، لكن هو كان صديق ام كلثوم، لان ام كلثوم كانت بتجمع حواليها نخبه من كبار الادباء والمثقفين وكده. كان ضمنهم علي امين ومصطفى امين وهيكل والتبعي وكل رموز المجتمع ده. كان ام كلثوم وكان عبد الحليم كده. وصناعه النجم على فكره يعني مهم جدا، ان هو النخبة الكبيرة دي أو المثقفين الكبار دول ويقفوا وراء حد زي أم كلثوم، أو يكونوا وراء جنب واحد زي عبد الحليم حافظ، ده بيبقى شيء بيعمل منه حاجة كبيرة جدا. أكيد. لأنه بياخد من أفكارهم. أكيد. وهو طبعا كان ذكي، أنا مش عايز أخرج برضه بره الموضوع، لكن في الحفلة دي أسامة الكمال سيدة أم كلثوم في سنة 1944، وايامها الملك فاروق كان حريص، جه مفاجاه في الحفله ما كانش معمول حسابه، جه اثناء الحفله لاسباب كتيره جدا سياسيه، ان هو كان يعني كان في خلاف طبعا مع البريطانيين وكده، لما جابوا نحاس باشا رئيس وزراء غصب عنه، فاللي هو كان عاملين عليه حظر في الجرايد بنفوذهم، الاحتلال البريطاني يعني او المعتمد البريطاني، فهو حب يخترق الحظر ده، فقال لك اخترقه ايه، اروح النادي الاهلي حفله ام كلثوم، الدنيا كلها هتعرف، مش هيقدر يوقفوا ده. فتاني يوم يعني كل الجرايد يعني استعان بالنادي الاهلي، استعان بالنادي الاهلي لان الاهلي شعبيه. جميل. النادي الاهلي الجرايد كلها عايزه تكتب عنه، وادي ام كلثوم، ام كلثوم في النادي الاهلي وليله العيد وكلام من ده. ويوم ما غنت من اروع ما غنت اغنيه ليله العيد. الحفلة على فكرة موجودة على اليوتيوب، أكيد عارفينها كلنا، وكانت في قمة أو كان في أوج مجدها أو في أوج صوتها. فالنادي الأهلي هنا جزء من تاريخ مصر السياسي، خلي بالك. لأن هتلاقي فيه رموز سياسة، فؤاد باشا سراج الدين اتحمى في النادي الأهلي عشان يحضر حفلة، عشان يفك الحصر عليه. طبعا فؤاد باشا سراج الدين هتلاقي فيه بقى
رموز كتيره، حتى احمد عبود باشا. احمد عبود باشا ده كان صديق النحاس باشا، ولما جابوه عشان حادث 4 فبراير جه في الطياره بتاعه عبود باشا، طياره خاصه من المنيا، كان في المنيا ايامها اعتقد او كان في اسيوط، فاستدعي عشان يرأس الوزاره، فجه مع عبود باشا في طياره. فالنادي الاهلي سياسه فن ثقافه واشياء كثيره. نسيت اقول لك ان العيله الاباضيه اللي قدمت صلاه اباظه، قدمت الشاعر الكبير عزيز باشا اباظه، يعني شاعر كان واحد من اعظم الشعراء، وجيه اباظه عضو مجلس قياده الثوره بضباط الاحرار، كان كادر مهم، الوحيد اللي طلع زملكاوي رشدي اباظه اللي كان فيهم زملكاوي، لكن العيله الاباظيه كلها اهلاويه. ده احنا شفنا كان عامل ازاي؟ ايه؟ الفنان رشدي اباظه لا هو الوحيد اللي كان زملكاوي. لا ده وارد طبعا في اي يعني زمان، يعني طبيعي هيبقى في اهلاوي هيبقى في زملكاوي وكده يعني. ف دي بعض النماذج والرموز اللي كان النادي الاهلي محور حياتها. طب ما تيجي نطلق سهم بلا دماء يا استاذ سعيد، ايه رايك؟ لو سالتك الناس اللي بتشكك دلوقتي في هذه القيم حضرتك بتتكلم عنها وبتكلموا على تاريخ النادي الاهلي، كلام يعني مش عايز ما بحاولش حتى اسمعه. لا هو سهم بلا دماء، انت قلت كلمه يعني ما بحاولش اسمعه. هو اي حد يقول اي حاجه اجري وراها واثبت، حاول اثبت عكسها خالص. لا غلط ان انا اهتم بده يعني. يعني انا على مستوى شخصي ما بهتمش بال. طب لو قلت كلمه لجماهير النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ جميل. في اللي بيسمعوه جماهير النادي الاهلي بد ان هم يفخروا ان عندهم النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده قلعه للقيم، وقلعه يعني قلعه للحريه، وقلعه للثقافه، وقلعه للبطوله، ومش قلعه بس، لا هو مدرسه لتخريج او مدرسه لصناعه نجوم في المجتمع. انا عايز اقول لك حاجه، الناس اللي بترتبط اسمها بالنادي الاهلي بتبرع في مجالات، يعني لو اديب واهلاوي وكده فالاهلي برضه بيديله بوش طبعًا جامد طبعًا جدا طبعا. يعني انا اول مره انا فاكر يعني مره كنت في النادي ومروح وكده وماشي في الجنينه ومروح، فلقيت يعني حلقه كده وكمال بيه حافظ قال لي تعالى فلان راح فين، فبقول له مروح، كان بالليل يعني، قال لا لا هيفوتك بقى حاجه مهمه جدا، انت عارف مين اللي قاعده؟ فكان واحده قاعده بظهرها، تعالى اقعد. فعمل ايده كده على الكرسي اللي جنبه فقعدت، فلقيت بقى اللي قاعده في وشه نجاة صغيرة. نجاة صغيرة واحده من يعني كانت من العمالقه. فهتبص تلاقي في الفن نجاة، ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، مش عارف ايه، اللي ممكن ما تلاقيهمش في اي حته تلاقيهم في النادي الاهلي. وكمان بياخدوا البوش زي ما حضرتك بتقوله، كمان بياخدوا بتزداد شعبيتهم لما الناس تعرف ان هم مرتبطين بالنادي الاهلي. بالظبط طبعا، لان الجمهور الاهلي كبير جدا، صاد اعظم، فطبعا ده بيديهم شعبيه، فهو بيبقى حب يعني متبادل بينهم وبين النادي، الاثنين بيبقى قيم يعني. لو كان حد ليه قيمه فنيه فالنادي الاهلي بيدي له قيمه اخرى يعني قيمه تاريخيه، فبيبقى شيء متبادل. ده مهم جدا للمجتمع ان يكون في مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي، لازم نحافظ عليها. جميل قوي. لابد ان احنا نحافظ على هذه المؤسسه، لانها مش مؤسسه رياضيه فحسب، لا ده مؤسسه ترعى القيم، قيميه اجتماعية مهمة جدا، معيار قيمي مهم جدا بيقاس عليه. دايما يقول لك طب في الحالة دي الأهلي عمل إيه؟ طيب في الحالة دي، طب الأهلي اتصرف إزاي؟ طب في الحالة دي صالح سليم عمل إيه؟ لو حد حاد عن المبادئ دي يقول لك لا ده بيحيدوا عن مبادئ صالح، عن مبادئ الأهلي. فإحنا محتاجين مبادئ اللي محدش يحيد عنها، لأن المجتمع بيواجه برضه هجوم مضاد، يعني قيم مضاد، قيم سلبيه. جميل قوي. بتلاقيها اللي بيلوث ودنك باغاني وكلام ممكن يكون كلام غير يعني في انحطاط في اللغه في الكلام. جميل قوي. مش انحطاط بس في الخطاب الاعلامي، لا في انحطاط في اختيار الكلمه. يعني من عزيز اباظه ومن يعني ومن من عمالقه احمد رامي، احمد شوقي، مش عارف ايه، فتسمع اغاني يعني تسمع بزقات، مش اغاني بذيئه يعني. تمام. فده
قيم معاكسة، هجوم معاكس على قيم المجتمع، فتحتاج اللي يحميها تحمي القيم دي. جزء من التحصين ده أو حصانة المجتمع المؤسسات زي النادي الأهلي وزي نادي الزمالك، يعني المؤسسات الرياضية، لأن دي قايمة أساسا على قيم أخلاقية، وزي نادي الاتحاد السكندري، وزي الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة، الأندية الشعبية صاحبة الشعبية الكبيرة دي سهل جدا قيمها تنتشر، يعني قيم الرياضة دي تنتشر وسط الجمهور، لا قيم الروح الرياضية والتسامح والكلام ده كله اللي احنا محتاجينه. بس في ناس بتمشي مع التيار يا أستاذ سعد. إيه؟ في ناس بتمشي مع التيار. ملاش دعوة، أنا عليا أدي شغلي، يعني اتعلمت كده أدي شغلي مظبوط، لو أنا أديت كل واحد أدى شغله مظبوط ماليش دعوة بقى اللي هيمشي على التيار ده هيلاقي ماشي لوحده. بالظبط. هيلاقي قانون الوجود وقانون الكون نفسه هيلاقيه بيصطدم بيه. لا يصح إلا الصحيح. لا يصح إلا الصحيح، ما ينفعش. الرياضة اتعملت عشان مجمل القيم، يعني مجموعة قيم مهمة جدا. والرياضه بقت جزء اساسي من الدراسات التربويه، جزء اساسي من العلوم علم الاسره، جزء اساسي من اللي ما بيعرفش رياضه النهارده بقى ناقصه حاجه في التربيه. ده خلاص بقت قوانين في علم الاجتماع وعلوم التربيه وعلم الاخلاق وفي كل حاجه. فانت يعني اي حيده عن المبادئ دي فانت في خطر. بالظبط. لكن عندك نادي قوي زي، لا ما عندكش مخاطر اجتماعيه، عندك ما تخافش من الارهاب، ما تخافش من التطرف، ما تخافش من ده كله، طالما عندك مؤسسات زي النادي الاهلي، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تواجه بيها ما كل ما هو سلبي، تواجه بيها الانحدار الاجتماعي، تواجه بيها التدهور الاخلاقي، التدهور العقلي. جميل. التدهور الفكري. جميل. ال- 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 الرياضه، نشر الرياضه هو المواجهه الحقيقيه للارهاب. جميل. لان انت كده بتمتص الطاقه بتاعت الشباب في ده صرف صحي، بتصرف الطاقه بتاعتهم بشكل صحي وبشكل قيمي كمان، بتعلمهم قيم، بتعلمهم عنده ثقه بنفسه، بتديله ثقه بنفسه وبتعلمه حاجات كتير. انا مش عايز يعني اطول في النقطه دي. لا، لو اخترنا شخصيه حضرتك نختم بها الحوار الرائع ده، تختار شخصيه ايه؟ عايزين يعني هو في شخصيات كتير، وان شاء الله في اللي جاي اذا كنت محتاجين ده يعني فانا ما عنديش اي أكيد طبعًا. مشكله. اكيد طبعا، تنورنا وتشرفنا في اي وقت. لكن عايز اختار بقى، عايز اخرج بره الموضوع ده. طبعا الشخصيات الموز اللي هي اللي بيمثلوا زي ما قلت لك اللي هو مصر العليا دول كتير جدا، لكن هختار لك واحد مهم جدا برضو اغفل التاريخ اغفله، الكابتن محمد الجندي. عشان نخرج بس نيجي للكوره شويه، الكابتن محمد الجندي اتكلم عنه مش كلاعب كره، كان كبير ومهم جدا جدا. طبعا هو كان لعيب مهم قوي في الاربعينات، وجاله عقد احتراف في انجلترا، هيدرزفيلد تقريبا. هيدرزفيلد ده نادي رمضان صبح. سنه 46 هو وحنفي بسطار. قال لهم بشرط اخش جامعه ليدز اكمل تعليم. فدرسوا بعثوا بتاعه، قال له مش هينفع لان انت لونك اسود، فكان في عنصريه، كان لسه في العنصريه. قال لهم يبقى ايه، لا النادي ولا انجلترا كلها تلزمني، رجع مصر. جميل قوي. وهو كان انسايد رايت. كان عارف زمان كان في خمس مهاجمين، وينج رايت، وينج ليفت، انسايد رايت، انسايد ليفت، سنتر فورورد متاخر. فهو كان انسايد رايت بس كان بارع جدا، وكان من الجيل بتاع عبد الكريم صقر وتوتو ومكاوي ودول، وكان بارع قوي، لكن كان يعني دمه خفيف جدا. انا هتكلم عن الجانب ده. النادي الاهلي برضه يعني من ضمن نجوم النادي الاهلي، عرفت النادي الاهلي كان فيه كده من فكهاء النادي الاهلي او نجوم الفكاهه، كانوا شخصيات مهمه جدا كفكاهه. على فكره من ضمنهم عادل هيكل، بس ما حدش يعرف الكلام ده، دمه خفيف جدا. انا فاكر بقى يعني هو تولى المنتخب كذا مره، 58 59 هو مدرب منتخب، ومعاه حنفي بسام بتاع الزمالك لعيب كبير. تمام. كان مساعد بتاعه. وبعدين بعد كده تقريبا 63 وبعدين سنه 72 لعبنا كسبنا كاس فلسطين، والكاس ده كان مهتمين جدا قوميا وعربيا والجامعه العربيه وبتاع ورصدوا مبالغ وكده، ورحنا لعبنا في كاس فلسطين ده في العراق، وكسبنا في المباراه النهائيه العراق 3-1 على ارض العراق. تمام. كسبنا اول كاس لفلسطين، وكانت فرحه عارمه جدا. والاعلام زيط وكده، وكان مهم يعني لان الناحيه القوميه. السنه اللي بعديها 73 كاس فلسطين الثانيه كانت في ليبيا،
رحنا اتبهدلنا هناك لان المنتخب راح مش جاهز، ما كانش جاي وكان عايز سفريات وكان عايز يعني برنامج احتكاك ما تنفذش للجندي. راح رحنا بالمنتخب هناك الفاينل في المره الاولى عبد العزيز عبد الشافي جاب جونين والشاذلي جون او العكس اللي هو مصر كسبت العراق 3-1 في نهائي كاس فلسطين. الناس مصر كسبت كاس فلسطين، كان انتصار قومي كبير جدا. المره الثانيه اتغلبنا اتبهدلنا فيها الحقيقه، ما وصلناش للسيما فاينل، خرجنا من التمهيدي الادوار التمهيديه يعني، اتغلبنا من تونس والجزائر وكده. وبعدين اللي كسب كاس فلسطين كان تونس، والثاني سوريا، الثالث الجزائر، الرابع العراق. الجرايد بقى اشتغل التطرف بقى يعني في الحاجات دي، انزل وقع الجندي، فاز زملكاويه، الاعلام الزملكاوي اقيلوا الجندي، ضيعوا حكموا اللي ضيعوا كاس فلسطين، وغير الزملكاوي الاعلام بشكل عام، شيلوا الجندي، هاتوا الجندي، لغوا كاس فلسطين. انا كنت في المطار وهم جايين والكلام بقى ده كله شغال. فبقول له الدنيا مقلوبه. قال لي انا شايف الدنيا مقلوبه. الله، يعني انتوا عايزين تحاكموا اللي ضيع كاس فلسطين وسايبين اللي ضيعوا فلسطين ذات نفسها؟ مش لما تحاكموا اللي ضيعوا فلسطين تبقى تحاكموا. ومره يعني مره ثانيه برضه اعتقد كان الكابتن نجيب المستكاوي كان بيدي درجات وكده ومدي عوضين صفر. فبيقول له كابتن جندي ينفع كابتن نجيب يديني صفر؟ قال له ده انت تستحق صفريه حقيقة. قال له ليه؟ قال له مش عوضين. يعني كان ليه طرائف جميلة من فكهاء ذلك الزمان أو من ظرفاء العصر القديم، شأنه شأن بعض الآخرين يعني. أنا طبعا مش عايز، أنا اتشرفت بيك يا سعيد والله، ربنا يخليك، وحوار ممتع جدا. أشكرك على الحميد، وربنا يا رب يديك طول العمر إن شاء الله. نكرر الحوارات دي ونفتكر كل الذكريات الجميلة، ونفتكر كل النجوم الكبار إن شاء الله اللي الإعلام اهملها شويه ان شاء الله مع حضرتك، وحضرتك شخصيه عظيمه وشخصيه محترمه جدا، انت تفتكر كل هؤلاء النجوم ان شاء الله تكرر مثل هذه الحلقه. اتشرفت بيك جدا جدا. ربنا يخليك يا ابو حميد، ونورت وشرفت في بيتك طبعا. انا بشكرك طبعا، وبشكرك على الحلقه الجميله دي، وان شاء الله تتكرر قريب ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. حوار كان ممتع جدا مع الاستاذ الكبير، الاستاذ سعيد وهبه الكاتب الصحفي الكبير، ان شاء الله نكرره تاني. طبعا بتشرف بيك وبتنوروني دايما، بتشرفوني. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل محمد سعيد والكابتن الكبير كابتن محمود صالح. استنوهم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفنا فيها ضيف نجم كبير، نجم حقق نجاحات عديده في فتره سابقه عندما كان طبعا بيقود خط الدفاع فريق النادي الاهلي في نهايه السبعينات وفتره الثمانينات، لكن خلال الفتره الاخيره ليه دور محوري في قطاع كره القدم بالنادي الاهلي. الدور ليس فقط في فكره التدريب، لكن ايضا في فكره اكتشاف اللاعبين واختيار المواهب الصاعده تحديدا في قطاع الناشئين، ولما لا اختيار لاعبين ايضا للفريق الاول في الفتره القادمه. ضيفي وضيفكم في الفقره الحواريه الثانيه الكابتن محمود صالح، نجم النادي الاهلي الاسبق ومدير اداره اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. كابتن محمود منورنا ومشرفنا. الله يخليك، الله يخليك يا محمد. اولا في البدايه قبل ما اخش بقى في التفاصيل الفنيه ومباريات النادي الاهلي في الفتره الاخيره، عندنا مباريات افريقيه، مباراه المقاصه ان شاء الله غدا، لكن ابدا بالحديث عن لجنه اداره اكتشاف المواهب. الفكره فيما معناها والدور اللي بتقدمه هذه اللجنه لقطاع الناشئين والفريق الاول خلال الفتره القادمه. هو طبعا من التايتل بتاعها وعنوانها بان يعني دورها اكتشاف المواهب. هي ما فيش شك، هي تم تكوين اللجنه ديت او شغلها من سنتين بالظبط تقريبا 11/2016، وكان بيرأسها كابتن علاء ميهوب، ومؤخرا كابتن علاء ميهوب اعتذر وكنت انا موجود معاه يعني وعضو في اللجنه وتوليت مسؤوليه الاداره كمدير اداره. اللجنه الحقيقه دورها مهم يعني، مهم جدا جدا يعني، ما فيش شك يعني. وان شاء الله يعني احنا في الفتره الجايه شكل الاداء بيتطور الحمد لله. موجود عناصر موجوده مع بدايه تكوين اللجنه،
كابتن ناجي خليل وكابتن حمدي برادي، وانضم اخيرا لينا الكابتن صديق الجمال. مفيش شك، هي احنا يعني دورنا او الاساس اللي احنا بنشتغل عليه المهم ان احنا اكتشاف المواهب، بس المواهب اللي هي ان شاء الله يبقى في تنبؤ او في رؤيه مستقبليه ان شاء الله ان هي يبقى ليها دور مع الفريق الاول. ممكن المدرب اللي هو بتاع قطاع الناشئين ممكن في اختياراته تختلف شويه عننا، هو متولي فرقه معينه بيلعب في بطوله، قد يكون مثلا عنده مشكله في الباك رايت في قلب الدفاع بيحاول يغطيها، هو تفكيره في المرحله دي في الوقت ده في المسابقه اللي بيلعبها، لانما احنا دورنا بيتعدى ذلك طبعا في الشك، وده الدور اللي على اساسه طبعا انشئت هذه اللجنه او هذه الاداره دلوقتي باسم الاداره اكتشاف المواهب. فهي دور مهم الحقيقه، وما فيش شك احنا على فكره اللجنه بتبذل مجهود كبير جدا، هي الناس مش شعره بيها، احنا يعني يمكن بنلف كل محافظات مصر الحقيقه سفر وممكن ما توفقش في اللي انت بتشوفه، بيبقى عندك ناس بتساعدك في محافظات، يعني في ناس بيساعدونا كتير على مستوى محافظات مصر كلها، وعندهم مثلا وجهه نظرهم من في لعيب في مستوى في مرحلته دي يعتبر موهوب ويقدر فعلا يكون له دور بعد كده مستقبلا في الفريق الاول. هو طبعا التنبؤ ده مش 100% بينجح، انما احنا يعني كهدفنا لو قدرنا نجيب 10 ناشئين احنا متوسمين فيهم مستقبلا هيكون لهم دور مع الفريق الاول، ونجح منهم 2 أو 3 ده اعتقد ده يبقى نجاح لنا، يعني نسبه النجاح 20-30% دي اعتقد نسبه 30% مقبوله جدا كبيره جدا، واعتقد نسبه 20% كنجاح اعتقد يعني كويسه برضو مقبوله برضو. اكيد طبعا. طيب اداره اكتشاف المواهب يا كابتن محمود في فكرتها انك بتعتمد على انك بتشوف مباريات دوري الجمهوريه، دوري القطاعات، بتسافر محافظات، ممكن توصل لدمياط، للصعيد، لاسكندريه، مطروح، والفرق قطاع الناشئين المدربين الفنيين او الاجهزه الفنيه بتبقى مشغوله دايما في الدوري، هل ممكن بتستعينوا في احدى الرحلات بمدرب بيتابع معاك لعيب بيشوفه ليه وجهه نظر برضه بيتابعها، ولا الاستراتيجي التعامل ازاي في هذه المساله؟ لا احنا بنتعاون برضه مع قطاعات الناشئين، يعتبر ليهم دور معانا طبعا في الشك، موجود الكابتن فتحي رئيس قطاع الناشئين، بنتعاون في اوقات طبعا بنحتاج لهم برضه ان هو متواجد مع الفرقه بشكل كبير، هو يقدر يعمل مقارنات ويبقى ليه دور في التقييم. احنا كمان بنتابع مباريات الاشبال برضه، يعني يمكن اغلب المباريات على فكره بتذاع، انتوا بتذيعوهم على قناه الاهلي، نسبه الاذاعات مباريات كتيره بتتذاع بنتابعها برضه، وعندنا برضه معلومات وعندنا رؤيه وعندنا تقييم للعناصر الموجوده في كل فرق قطاعات الناشئين، يعني برضه عضو اللجنه او لجنه اكتشاف المواهب يعني يقدر يقارن بين الموجود في النادي الاهلي مستويات ايه والمستوى اللي هو بيحاول يعني بيكتب عنه تقرير فني. فهو العمل مهم، التعاون ده يعني ده مهم جدا، بتسهلوا الشغل كمان، يعني بتبقى طبعًا القصه اسهل. طبعا طبعا التعاون دول تعاون مهم، وان احنا نتقابل مع بعض وفي استشارات وبناخد راي بعض، وفي النهايه بنوصل ان احنا فعلا محتاجين التدعيم. انا شايف يعني وجهه نظري التدعيم، لو انا قعدت 4 سنين في قطاع الناشئين الحقيقه يمكن كان لظروف او اخرى يعني يمكن التدعيم ما كانش ماشي بشكل كويس، تدعيم قطاع الناشئين باللي احنا الفكر اللي احنا بنفكر بيه دلوقتي. انما ده اعتقد الماضي والموسم الحالي الرؤيه او الظروف مختلفه. لا بكلم من 4 سنين. من 4 سنين اتمنى التعاون دلوقتي يعني افضل شويه من السنين اللي فاتت، اتمنى يتحسن اكتر من كده. دي المشكله اللي بيعانيها الفتره الحاليه النادي الاهلي الحقيقه، في انت عندك مشاكل في مراكز كتيره، واضطريت تعمل يعني تستعين بلاعبين من الخارج، واعتقد دي بتكلف طبعا ملايين يعني مقابل مادي كبير جدا. اعتقد الفتره الجايه نتمنى ان احنا ان شاء الله اي مع تعاون برضو مع الفريق الاول، ويبقى في برضو اجتماعات وفي تشاور بيننا ان شاء الله، وده بدات بشكل كويس مع الكابتن سيد بحفيظ، يعني نتمنى يكون بشكل اعمق وشكل اكبر. مش المشكله دي ان شاء الله تتلاشى باذن الله في خلال الفتره الجايه. ممكن حتى احنا يعني يمكن عندنا تخمه احنا في القطاعات مواليد 97 98، احنا عندنا تقريبا 30 لعيب في فرقه 97 كلهم عاملين عقود احترافيه الحقيقه. احنا برضو يعني ما جينا قعدنا فكرنا مع بعض ويبقى تركيزنا على ايه، بنفكر في الاعمار الاقل يعني 2000 2001 2002 2003 اعتقد دي يعني
وابتدينا الحقيقه يعني، وفي عناصر ضمناها. انا ما بحبش اتكلم بتفاصيل في شغلنا يعني، دايما نحافظ على شغلنا شويه. هي السريه شعار دايما النادي الاهلي حتى في كل القطاعات. اكيد اكيد. ويعني احنا مش هنطلع نقول احنا عملنا، يعني خلي الامور دي مع يعني معانا ومع المسؤولين في النادي، بتبقى مقفوله في دايره مغلقه، وان شاء الله الناس هتحس بيها بدون ما احنا نتكلم عن انفسنا يعني. ان شاء الله يكون في خير الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله. برضو رؤيه فنيه كابتن محمود، هل بتختار اللعيب من رؤيتك ليه في مباراه واحده، ولا دايما بتحب تتابع اللعيب وتعمل له تقييم بعد عدد من المباريات؟ شوف، هو في مستويات بتبقى يعني عاليه جدا مباراه واحده تكفي، وفي لعيبه بتبقى يعني برضو مستوى اقل كتير بتبقى مباراه واحده تكفي. يعني نقول لو قلت لها نسب ارقام مثلا، اللعيب اللي هو بيبقى فوق ال 80% سهل تكتشفه خلال 90 دقيقه، تقدر تكتشفه. الاقل برضو اقل من 30%، اقل من 40% بتقدر تكتشفه. المنطقه الوسط دي، هل اللعيب بقى انت عايز تقيم هل يقدر نرفض، ولا هل هو ممكن يوصل ل 80% 90% المستوى اللي انت شايف ان هو كرؤيه مستقبليه ان شاء الله يقدر يلعب في الفريق الاول، لكل دور مع الفريق الاول لازم تشوفه مرتين وممكن ثلاثه كمان ممكن. احنا حاطين نقط يعني، ممكن برضو الحاجات اللي ضفناها بيبقى في نقط احنا ممكن نحطه معايير. معايير طبعا دي سهلت لنا كتير الحقيقه، و فيها كذا نقطه يعني الحقيقه. وانا كنت قابلت الدكتور محمود سعد الحقيقه، مدير اللجنه الفنيه في اتحاد الكوره، وهو الحقيقه مشكورا ساعدنا كتير الحقيقه، لازم ادي كل ذي حق حقه يعني. وادانا يعني نقط نقدر نشتغل عليها، يعني الحارس 30 نقطة، وكذلك لاعب الوسط ولاعب الدفاع ولاعب الهجوم بتسهل لنا كتير، وهي مقسمة يعني الحقيقة. هو كان عاملها كويس بشكل كويس جدا يعني، بتدي احنا قلنا الدرجات دي بتبقى أفضل إنك تحول المعلومة لدرجة ما تيجي تعمل وتقدر تقيم، هتسهل لك كتير يعني. ما نقدرش نقول مثلا مستوى جيد جدا، بعيدة شوية. إنما احنا بندي رقم واحد ضعيف، الثاني متوسط، رقمين، ثلاث أرقام جيد، أربع أرقام جيد جدا، خمسة اللي بياخد خمس درجات درجة نهائية بيبقى امتياز. سهل جدا بقى، أنت بتحط في 30 نقطة وتقدر لو في الرؤية الأول بتحكم بيها، ولكن ما تبقى شيء في شيء محير عايز تتأكد من معلوماتك تلجأ للأرقام دي. بنحط بنقعد مع بعض كلجنة، في الغالب احنا يمكن اللاعب الواحد على الأقل في ثلاثة بيشوفوا، احنا أربعة على الأقل، ثلاثة وممكن أربعة بيشوفوا اللاعب. ثلاثة بنقعد احنا الثلاثة وكل واحد بيحط وجهة نظره، وبنعمل متوسطات للدرجة دي. اعتقد دي بتدي مؤشر كويس جدا يعني، بتبقى عملية أكتر. بتبقى عملية أكتر. تمام. إذا دور اللجنة، لا دور مهم جدا، أو جداً. دور الإدارة دور جداً. مهم جدا في الفترة القادمة جدا. أنا قبل ما أجي قبل ما أجي وكان الكابتن على الأول المسؤول عن اللجنة يعني الحقيقة، كنت فاكر الدور بسيط وسهل، لا يعني أنا كانت تجربة جديدة بالنسبة لي. أنت بتشوف طبعا وبتتابع، بس ما كانتش حاجة تخصصية. لا مهمه جدا، انا شايف ان دي اهم اداره في النادي الاهلي. تمام. لان احنا انت بتختار اللاعب، اللاعب اللي كله بيخدم عليه، الاداري والدكتور هو ده اللي كله بيشتغل عليه، دكتور في خدمه اللاعب، والاداري والمدير الفني والمساعد، كل الاجهزه هي متواجده لخدمه اللاعب والوصول بيه لاعلى مستوى ممكن. فانت بتشتغل على العنصر ده، يبقى انت ما فيش شك ان انت اهم لجنه في النادي. والفكره انك لما تروح كمان لقطاع ناشئين او المواهب وتكتشفها في ظل الظروف الحاليه دلوقتي في الكره المصريه، انت هتحس بمدى اهميتها على المدى البعيد، خلال مثلا اربع سنين خمس سنين هتلاقي نفسك في النهايه انت بتصعد عدد من قطاع ناشئين، قيمه عدد من اللعيبه بتتواجد في مباريات رسميه للفريق الاول انت اشتغلت عليها في فتره سابقه او من 10 سنين. طبعا حصلت حتى في مباراه شبيبه الجزائر، واحنا هنتكلم دلوقتي في تفاصيل فنيه، حسيت بقيمتها انك ممكن تلعب مباراه في افريقيا او مباراه في بطولات خارجيه بتعتمد على 6 7 من قطاع ناشئين، قيمتها هتحس بيها بعد كده في الفتره القادمه. طبعا هو اللعيب لما بيجي لك صغير اكيد العمر التدريبي بتاعه 10 سنوات يبقى جوه النادي الاهلي احسن ما يجي لك وهو قدامه سنه سنتين ويصعد للفريق الاول. لا والاساس بادئ بقى الاساس من تحت، تتعلم طريقه اللعب، الشغل البدني، الشغل الفني. تمام. لما يجي لك 10 سنين افضل ما يجي لك 12، ولما يجي لك 12 احسن ما يجي لك 15، لان المفروض في النادي الاهلي التدريب ماشي بشكل كويس، الاجواء اللعيب بيبقى عنده طموح، شايف خلاص، حس لبس التيشيرت، حس بقيمته. تمام. حتى لو صغير بيحس بقيمته، ما فيش شك. بترفع معنوياته، بتديله الثقه، المستوى التدريبي بيبقى افضل من الخارج. متابعته للناس الاكبر منه سنا يمكن دي مأثره علينا شويه. احنا زمان لما كنا بنلعب في قطاعات الناشئين كنا كلنا موجودين في الجزيره، فانت بتتابع كل التدريبات، تتابع الماتشات الوديه طبيعي،
كنا صغيرين والنجوم الكبار بيخلصوا التمرين وبيقعدوا يتفرجوا عليك، بيدوك ثقة في نفسك وبيشجعوك، ودايما شايف اللاعب الكبير اللي هو بيمثل لك قدوة ومثل أعلى لنفسك تبقى زيه قدامك بتشوفه كل يوم. دي بتزود دوافعك، بتزود طموحك. نقطة مهمة، النقطة الأهم بقى إنك ما بتيجي تصعد للدرجة الأولى الرهبة دي خلاص لحد كبير بتتلاشى، مش بتتلاشى نهائيا، بس أنا شايف اللعيب واتفرجت عليه خدت الجو بالظبط. وحتى اللعيبة كانوا دايما يسلموا علينا كويس وبرافو ويثنوا على أدائك وأنت صغير، عارف في الترابط ده. فهي بتزود الطموح وبتخلي اللعيب ثقته في نفسه أكتر، وفي نفس الوقت زي ما قلنا إن ما بيجي يبقى عنده فرصة إن شاء الله ربنا يوفقه ويصعد للفريق الأول، الرهبة دي بتبقى مش موجودة او مش بتتلاشى 100%، انما عنده ثقه انه يقدر يلعب مع زمايله بيتابعهم وبيحبوه في علاقات طيبه. وحتى اللعيب ان هو صغير بتلاقيه مكتشف حتى على مستوى الجماهير، الجماهير كانت بتيجي الماتشات اللي بتتفرج على ماتش ودي للنادي الاهلي او في التدريبات في الجزيره، تلاقي قبل الماتش الرسمي او الماتش الودي سوري بتاع النادي او قبل التدريب بيبقى في ماتش قطاع ناشئين بيجوا يتفرجوا. يعني انا يمكن لعبت متاخر في النادي الاهلي، بس وانا صغير عارف الكردي الله يرحمه، عارف طاهر ابو زيد، عارف علاء ميهوب، كابتن اكرامي من هو عنده مثلا 15 سنه معروف لكل جماهير النادي الاهلي. فيمكن دي النقطه بس اللي كانت سلبيه في انتقالنا لمدينه نصر. عارف يا كابتن محمود، هي الفكره اللي بتتكلم فيها وعايزين نضرب امثله عشان برضه تبقى الناس عايشه معانا الحدث وعارفه ايه التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها. اخر مرحله لقطاع الناشئين كان بتشتغل بنفس الاستراتيجيه دي وحتى استفدنا بيها على المدى البعيد. لو نظرنا حتى عشان ننقل الحديث عن فريق الاول لكره القدم وعنده مباراه دوري ومباراه افريقيا، ما حدث في مباراه شبيبه الجزائر. لك ان تتخيل يا كابتن محمود ان التشكيله الاساسيه اللي بدات فيها هذه المباراه ما يقرب من حوالي من 6 إلى 7 لاعبين من مدرسه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. محمد الشناوي حارس المرمى، محمد هاني الظهير الايمن، ايمن اشرف المساك وسط الملعب، عندك كريم نيدفيد، عندك اسلام محارب، عندك رمضان صبحي، بعد كده لما نزل ناصر ماهر. فبتتكلم في قوام اكتر من 60-70% في التشكيله الاساسيه في مباراه خارج مصر. ريحه او لون تيشيرت النادي الاهلي متغذف لعيبه اتبنت وبدات واساسها كان في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مفيش شك طبعا، نفس الكلام في سياق حديثنا، كل ما زادت فترات كل الكلام اللي قلناه الايجابيات بتاعته طبعا مفيش شك، ودي حاجه كويسه. يعني يمكن كنا قبل ما نطلع على الهواء يمكن حضرتك رجعت لي المعلومه دي، يمكن انا ما كنتش يعني مركز معاها كويس، وضحتها لي الحقيقه، ودي حاجه كويسه طبعا. وبتاكد ان دور قطاع الناشئين مستمر. الناس بتهاجم ساعات قطاع الناشئين بفتره بيبقى في تراجع، انا معاك ممكن يكون التراجع حصل بنسبه بس مش لدرجه الفشل. يعني لسه الاساس عندك، الاساس عندك، وان شاء الله انا متفائل الحقيقه. واحنا مع الشغل احنا خبرات كبيره، يعني في شك كابتن ناجي خليل ده يعني اسم كبير، وعلى فكره في شك لف يعني محافظات مصر لسنوات طويله، مش واخد حقه الحقيقه، وانا شخصيا بتعلم منه الحقيقه. وكابتن برضو حمدي ابرادي خبرته كبيره، ولعب في لعب على المستوى الدولي ولعب كتير في الفريق الاول، وصديق جمال برضو منضم حديثا وكان برضو احدى عناصر الفريق الاول فتره من الفترات. انا متفائل جدا وان شاء الله يعني الاكتشاف كل ما كان مبكر كل ما يكون افضل، ما فيش شك، لصالح الكوره في النادي الاهلي. طيب ده كانت بدايه حديثنا عشان نوضح للناس بالظبط ايه الدور المنوط به لجنه او اداره اكتشاف المواهب خلال الفتره القادمه. ودينا مثال في ختام الحديث عن هذا الموضوع ب6-7 لاعبين لعبوا مباراه الاهلي وشبيبه الجزائر في الجزائر في بطوله افريقيه، ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وازاي المدرسه اللي بدات فيها قطاع الناشئين في النادي الاهلي خلال سنوات سابقه يعني الفريق الاول بيحصد هذه النتائج خلال الفتره القادمه بالدفع بعدد من اللاعبين كانوا من ابناء او من مدرسه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب كابتن محمود، الفريق الاول في الفتره القادمه عندنا مباريات مصيريه، عندنا مباريات مهمه جدا، في مباريات هتفرق في ترتيب جدول الدوري خلال الفتره القادمه. بالنقله بقى وبالحديث عن الفريق الاول، اولا عندنا مباراه مهمه جدا جدا، مباراه مصر المقاصه غدا ان شاء الله في استاد برج العرب في الساعه 5 مساء. كيف ترى هذه المباراه بالمعطيات الاخيره للفريق الاول سواء في المباريات الافريقيه او بالصفقات الجديده اللي انضمت للفريق الاول؟ شوف، عايز اقول لحضرتك حاجه، المفروض الانديه الكبيره التفاوت بين اداء اللاعب الاساسي او البديل المفروض تبقى قريبه جدا، يعني طول الوقت هناك صراع. يعني انا حسيتها ما بديت العب في الفريق الاول، في صراع موجود وتنافس شريف موجود بين اللاعب اللي هو في الوقت الحالي بيلعب اساسي واللاعب البديل، مستويات متقاربه. انا ضد ما قلت ان النادي الاهلي بيبقى فيه انا يعني في عناصر مهمه وعناصر اساسيه ما فيش شك بتغيب،
انما هي يمكن اقدر اقول بالنسبه للنادي الاهلي يمكن على طول تاريخه والتاريخ اللي حققه النادي الاهلي الكبير، التاريخ الكبير اللي حققه الحقيقه كان دايما مستويات متقاربه. انا افضل يمكن اللعيب الاساسي ده يمكن خبرات زياده، فترات بيلعب فتره يمكن الفتره او اللعيبه في الفريق الاول بتبقى اكتر من اللاعب اللي هو طالع من قطاع الناشئين او اللاعب جاي منضم حديثا للنادي الاهلي، بتبقى الفرق بالمستوى بسيط، انما هو في تنافس، هو قريب. وعلى فكره ما فيش حد بيمشي بمستوى واحد، لا الاساسي ولا البديل. يعني هيجي فترات في حاله هبوط الفورمه الرياضيه تقل او الحاله التدريبيه تحت اي مسمى بتقل عند اللاعب الاساسي، يجي دور اللاعب البديل. واعتقد ده المفروض بيميز النادي الاهلي وفي الانديه الكبيره حتى يستمر ان هو طول عمره بيحصل البطولات ودايما بينافس على البطولات ودايما عامل ريكورد في البطولات، سواء على المستوى المحلي على المستوى الافريقي على المستوى العربي. فدي ميزه الحقيقه في النادي الاهلي. يعني كل الكلام اللي انا بقوله دوت على، انا عايز اقول انا ما بعتبرش اللاعب البديل ده يعني احتياطي او بديل، لا هو في تنافس مع اللاعب الاساسي. ونقطه مهمه جدا لازم اقول، اللعيب اللي بيلعب بقى واللي بيجي فتره تلاقيه بيشترك وبيثبت وجوده هو اللعيب اللي حاسس ان هو مش بديل، لا انا فتره ممكن ده زميلي بتنافس معاه هو في الفتره دي متفوق عليا، انما انا اقدر هيجي وقت هتفوق عليه. بس المهم انا من الذكاء ان انا اكون جاهز للنقطه دي، للحاله دي، للفرصه دي. جت وجت حطيت فرصتك تقدر تبقى انت شغال برضو لفتره لعيب اساسي. وده طول ما المستوى ده في كل المراكز متواجد هيبقى النادي الاهلي بخير. انا برضو يعني بوجه رساله للعيب اللي هو بيحس ان هو طالع من قطاع الناشئين او منضم حديثا من الخارج، انت داخل على النادي الاهلي والنادي الاهلي استعان بيك واصبحت فرد من الفريق الاول، انت عشان انت كويس وان انت مش اقل من اللاعب الاساسي، لا انت في حاله تنافس معاه. الافضل اللي هو اللي بيلعب، ممكن هو يجي له فتره افضل وانت يجي لك فتره ويجي له هبوط في المستوى، انت تبقى انت بديل ليه وتؤدي المهمه على اكمل وجه. لازم يشعر الشعور ده. لو هو عنده احساس بقى انه عنده احباط، اصل انا احتياطي، اصل المدرب ما بيلعب، انا ما بحبش النغمه دي خالص. يعني هقول مثلا علاء مهما ابتدى يلعب فجر بقى اساسي، طارق ابو زكي عنده 17 سنه لعب بقى اساسي، كابتن اكرامي 17 سنه ولا 16 سنه بقى اساسي. يبقى هو الشخصيه هنا مهمه جدا، وده مش دور اللاعب، دور المدرب ودور المسؤول ودور المدير الاداري. ان هو طبعا لازم يزرع دي في اللاعب، لو هو شايفها انها مش موجوده فيه لازم يقعد معاه ولازم يتكلم معاه، لازم يكون ليك دور. لازم انت مش مجرد مدرب انك بتدرب الملعب والتدريب بينتهي ودورك بينتهي، لا، او انت اداري انك بتنظم الحاجات محتاجه الفريق ودورك بينتهي. لازم انت بتكتشف بي. وانت عندك اللعيب اللي بتشوفه مصمم ان هو يلعب وبيأدي وبيقاتل في التدريب انت شايفه، واللعيب اللي عنده مستوى عالي وممكن يلعب وممكن يبقى اساسي وعنده الصفات الاراديه ضعيفه، لا انت تقول له وتحمسه وتديله ثقه في نفسه. لازم نشتغل على الحته دي، النقطه دي مهمه جدا، واعتقد دي هي اللي بتمثل ميزه في النادي الاهلي. حتى لو في فترات على مستوى المواسم هناك منافسين افضل منك انت بتتفوق عليهم في نتائج أكيد. وحتى على مستوى المباريات اللي بينك في المواجهه ممكن انت بتقابل نادي الزمالك او الاسماعيلي، لو عملنا تقييم كده نتيجه ظروف اصابات او 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 وتلاقي احساسك ان الزمالك متفوق فنيا، لا، الصفات الاراديه دي المفروض اللعيب يتحلى بيها واتصل بيها، سواء اساسي سواء احتياطي، بيلعب في نادي كبير في نادي صغير، لان هي دي اللي هتخليك تكمل وخليك توصل دولي، وخليك بدل ما تلعب سنه واثنين وتختفي تخليك تلعب 10 و12 سنه على مستوى الفريق الاول. في ناس لعبوا في النادي الاهلي 15 سنه، وفي ناس مثلوا، ربيع ياسين لعب في النادي الاهلي 12 13 سنه، اساسي في النادي واساسي في المنتخب. هي دي يعني دي نماذج المفروض يعني نتمنى. يمكن شوف احنا الحديث اخذنا الموضوع دور المدرب ودور في حاجات تانية، فدي نقطه مهمه جدا جدا، واعتقد النادي الاهلي بيبقى شغال عليها. واحنا بنذكر الناس برضه، بنذكر اللاعب وبنذكر المسؤول الاهتمام بالنقطه ديت. مباراه مصر المقاصه، اولا في ترتيب جدول الدوري مصر المقاصه في المركز الثالث ب 30 نقطه، طبعا في يعني جاب كبير قوي في عدد المباريات، المقاصه لعب 18 مباراه، لكن الاهلي في المركز الرابع ب 14 مباراه 27 نقطه. الفوز كم مباراه؟ الاهلي 14 مباراه، المقاصه لعب 18 مباراه، في فرق اربع مباريات 16 نقطه بالظبط، لكن المقاصه في المركز الثالث ب 30 والاهلي مركز رابع ب 27 نقطه. اولا الفوز مهم،
لكن شكل المباراة، ترتيب المباراة، التنافس اللي انت بالتأكيد عايز تتواجد في المركز الأول أو الثاني وعايز توصل بسرعة بعدد المباريات المؤجلة وتتواجد في المقدمة، شايف المباراة ازاي في ظل انت كمان عندك لعيبة كانت بتلعب في إفريقيا وعندها مباريات أفريقية خلال الفترة القادمة، وانضم عليك في قائمة مباراة الغد صالح جمعة، أول مباراة محلية ليه هيكون موجود في القائمة بعد غياب حوالي ما يقرب من سنة إلا حوالي 10 أيام يعني، فبالتالي شايف المباراة ازاي؟ هو المباراة طبعا في غاية الأهمية، يعني ما فيش شك انت عايز ترجع وتخش في التنافس، اعتقد عندنا فرصه كويسه ان شاء الله، بس زي ما قلت هي نقطه الصفات الاراده، لازم الاراده تكون موجوده عند اللاعبين. اللاعب اللي هو بعيد عن التشكيل وما عندوش اراده يعني وعنده احباط انا بعتبره هو يعني مش على مستوى المسؤوليه، لان الدور هيجي عليك، فانت لازم تكون يعني مستعد تمرير كويس وقد الجديه عشان ما يجي الدور عليك تأدي دورك بشكل جيد. ده دي اسالك على صالح جمعه يا كابتن محمود، اسف للمقاطعه، بس صالح انا كنت عايز اقول النقطه دي. يعني صالح جمعه بعد الغياب الطويل ابتدى يتواجد بشكل كويس بعد قيده في الفتره الاخيره، بدنيا بيتم اعداده بقاله فتره حتى في مباريات وديه، لكن في مباراتين هيفصلوا قبل اخر موعد للقيد الافريقي، فرصه طيبه بالمثل اللي حضرتك بتتكلم عليه ممكن لصالح، لرامي ربيعه، لعمرو جمال. يعني انا يمكن الاقرب في اللعب هو صالح جمعه في التوقيت ده، يعني انا اسف اللي بقول الكلام، بس عمرو صالح جمعه بيؤكد اللي هو ايه اللي اداؤه سلبي للفريق مش ايجابي. يعني ما فيش شك تقريبا كلنا نتفق ان المفروض صالح جمعه يكون اساسي في النادي الاهلي، واعتقد امكانياته الفنيه يعني تسمح له او تخليه قادر فعلا على تمثيل النادي الاهلي بشكل اساسي. ضيع سنه، ضيع سنتين من عمره، يعني انا مش عايز اقول له بقى نصيحه، انما يعني لازم يستغل الفتره الجايه دي بشكل كويس، ان شاء الله يخش في القائمه الافريقيه، وهيبقى دوره، انا شايف انه هيبقى دوره كبير، بس اللعيب اللي بيبعد فتره ويجي له احباط وانا بعيد وانا 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 مش ملتزم في التدريب او خارج التدريب، يعني انا فرصه عمرك يا اخي تعمل نفسك اسم ومجد والفرصه مش هتتعوض تاني. فهو بالصدفه يعني بالمناسبه يعني زي ما انت قلت وديت نموذج كويس لصالح جمعه، انا شايف يعني يستعيد بقى ثقته في نفسه، المفروض عنده ثقه في الامكانيات دي، عنده ثقه كبيره. هو راجع بشكل مختلف بصراحه، يعني انا بنتابع التدريبات وبحضر التدريب بشوف لا راجع بفورمه بدنيه وفورمه فنيه، والجهاز حتى ابتدى يعتمد عليه في مباريات وديه عشان يجهزه للمباريات الرسميه. اتمنى يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، واعتقد هو يعني ان شاء الله يثبت وجوده ويبقى ليه دور في البطوله الافريقيه ان شاء الله، الاهلي محتاجه يعني. طيب. سعد سمير عاد من جديد لقائمه الاهلي بعد فتره غياب، لكن بيغيب ايمن اشرف للانذار الثالث، مفيش فيرويد في مباراه المقصه، لكن موجود جونيور ارجايه بعد ما لعب مباراه شبيبه اخر ربع ساعه، الجهاز الفني لاسارتي اعتمد عليه وخده في القائمه في مباراه المقصه. التشكيله ممكن تتوقع تكون مختلفه عن مباراه الشبيبه الجزائريه يا كابتن محمود، ولا شايف ان التشكيله بنفس الاداء او بنفس اللاعبين عشان يكون في ثبات للتشكيل في الفتره الجايه؟ هو التغيير هيبقى اضطراري، يعني ممكن زي ما حضرتك قلت مثلا ايمن اشرف عنده انذارين وممكن سعد سمير يبدا، يعني ممكن سعد بجوار ياسر ابراهيم، ممكن انه التغيير هيبقى في حدود دقيقه طبعا في شك، لان هي طبيعي في اصابات كتير. يعني البديل المشكله في ايه يا محمد، هو الاصابات الكتير قوي بتزيد قوي، انت مش عندك مشكله في بدايه ال11 اللي بيبداوا، انت عندك مشكله كمان في البديل، لان انت لو الصفوف مكتمله هتلاقي البديل قريب جدا، مستوى قريب جدا يكاد يكون نفس المستوى اللعيب الاساسي، تمام. انما ما يكون في اصابات كتيره هتلاقي البديل بعيد بقى، انت جاي بتكمل من قطاع الناشئين، بتكمل من لاعب لسه خارج من اصابه، فهي المشكله في العناصر اللي بتبدا بيه المباراه، وايضا بتمثلك مشكله في وجود بديل قوي، يعني ناس بدلاء اقوياء يقدروا يعوضوا اي مشكله او اي اخفاق او اي هبوط في المستوى في العناصر الاساسيه اللي بتبدا بيها الماتش. انما شاف التشكيل طبعا هيبقى يعني في اضيق الحدود، وشوفوا اجايه مثلا، بص من اول ما نزل بقاله قد ايه ما بيلعبش كتير، انا مش فاكر من منتصف سبعه الماضي يعني ست شهور تقريبا، بنتكلم في حوالي خمس شهور. طيب بص اداؤه كويس، اكيد كان بيتمرن بجديه، واكيد عنده هدف وعنده اصرار وعايز يرجع تاني يبقى اساسي وعايز يبقى دولي، اعتقد طلب قبل كده ولعب دولي النوعيه دي كويس، هي النوعيه دي اللي بتستمر. اتمنى لو بص اقول لك حاجه، لو الشخصيه دي موجوده في النادي الاهلي متوفره في كل العناصر وكل اللاعبين، ما في انت ما تخافش على اي بطوله النادي الاهلي، مش هي دي هي دي الفاصل، لان
هي دي اللي بتخليك تتفوق، هي دي بتأدي 90 دقيقة بشكل كويس، قتال في الملعب في كل. ولو جيت لتاريخ اللعيبة على مستوى النادي وأي نادي وعلى مستوى المنتخبات، هتلاقي دايما اللي حققت اسم كبير وحققت تاريخ كبير ليها شخصيا ولناديها وساهمت في حصول المنتخب وناديها في بطولات كتيرة، هتلاقي هي النوعية دي. طيب احنا كان عندنا حظ لما طلعنا في الدرجة الأولى، يعني أنا طلعت 81 كلهم شخصيات قيادية، شخصيات قيادية. الله يرحمه كابتن ثابت، كابتن إكرامي، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده كان كابتن الفرقة، مش عايز أنسى حد. كل إيه ده؟ نفس الشخصيات دي. فإحنا كان حظنا كويس، دايماً النصح ودايماً هم مثل أعلى لينا وشايفين بيأدوا إزاي. كابتن مصطفى عبده كان الكابتن وكان أكبر واحد عمراً في... أنا كنت دايماً أتمرن معاه، حبيت أتمرن معاه. الحاجات اللي هي بتبقى في حاجات بتبقى زوجية في التدريب، تنافس في جري، تنافس في حاجة، كنت على طول هقول ده اللي وانا احب ابقى بس معه. في الجري كانت صعبه تحصل، هو اسرع شويه مني المجري. طبعا طيب انما كان بيتمرن احسن منه، يعني شوف خلاني انا ابقى اكتسب الصفات اللي عنده. هي بتبقى طبعا اللعيبه لما تكون بتلاقي كباتن كبار وشخصيات قياديه في ربنا يديله الصحه. كابتن مصطفى عبده اسم كبير طبعا، ربنا يديله الصحه يا رب. طيب في الجبهه اليسرى برضه هطرح عليك رؤيه فنيه. علي معلول اساسي خلال الفتره الاخيره وفي ضغط ماتشات وفي استعداد لبطوله افريقيه الفتره الجايه، ممكن يبدا بمحمود وحيد ولا يستمر علي معلول في الجبهه اليسرى؟ يعني محمود وحيد انضم للقائمه مباراه المقص. شوف احنا يعني انا مش متابع، احيانا بتفرج على التدريب متابعه بس بشكل عشان اقدر اقول حكم نهائي الحاله التدريبيه فين. اللي عنده فورمه رياضيه افضل مين هتبقى صعبه، يعني انا كلامي هيبقى ناقص شويه بالظبط. انما لا انا اعتقد لازم يبدا برضو معلول الى حد كبير ماشي بشكل اساسي. انما هي في ايه بقى، ما انا ممكن استعين بمعلول قدام يبقى زي الهاف وسط شمال يعني وسط ايسر ويلعب تحتيه محمود وحيد مثلا عشان ابدا ادخل محمود وحيد شويه شويه. ممكن احيانا انت بتضطرك الظروف انك تغير في التشكيل وفي المراكز بعضها بعض لما كل الاصابات كتير او في مركز معين في اصابه والعناصر مثلا العنصرين الموجودين في شكل اساسي مش متواجدين، انت بتغير في يعني ممكن تقول ايه افضل 11 انت بتحط سبعه في مراكزهم وعندك اربع مراكز فيها مشكله ممكن يبقى فيها تغيير. يعني دي ممكن دي بتحصل بس لما يكون عدد الاصابات في ظروف النادي الاهلي دي، يعني ممكن لظاهره المدير الفني يلجا لكده انه يغير في بعض مراكز اللعيبه. يعني كان في فترات مثلا احمد فتحي بيلعب في الوسط الارتكاز وسط المدافع بتسموها كابتن محمود مرونه تكتيكيه. بالظبط طبعا ده المسمى اللي بتسموه في التدريب. هو طبعا اللعيب اللي هو بيقدر يأدي في اكتر من مركز يبقى عنده ميزه. فهي يعني احيانا بتضطر لكده اللي انت شايف بتفكر فيه عنصرين او ثلاثه بس حالتهم كويسه بس ممكن هيبقى في اختلاف في المراكز شويه الاصابات بقى كتيره بتخليك تعمل كده بتخليك تضطر لده وبس انت في نفس الوقت انت بتقيس الاداء بترتيبك وبتقييمك ان ده احسن تشكيل تقدر تلعب بيه، ده هيحقق احسن اداء برغم الاختلاف في بعض مراكز اللاعبين، بس ده بتضطر ليه طبعا ما يكون في اصابات وده موجود في حاله النادي الاهلي، زي ما قلت لك ممكن يبقى محمود وحيد هو اللي قدام، يعني ممكن زي ما كريم نيدفيد لعب باك رايت ولعب ممكن تلعب بيه قدام هاف رايت، بس زي ما انت حضرتك قلت برضو هي المرونه التكتيكيه اللي عندك اللاعب اللي يكون عنده مميزات دفاعيه وهجوميه بيقدر يلعب في اكتر من مركز بيسهل لك القرار ده. مباراه المقص يا كابتن محمود هي ممكن تكون مباراه كبيره فنيا وفيها نسبه اهداف عاليه ولا شايف المباراه هتبقى تكتيكيه مباراه مقفوله؟ لان لو بصينا على الاحصائيات او الارقام او ترتيب المقص في الدوري العام لا ممكن تكون مباراه فنيا قويه جدا. فريق المقص عامل نتائج متميزه ماشي بشكل جيد 30 نقطه في المركز الثالث، فاز 9 مباريات تعادل 3 خسر 6، نسبه التهديف كمان 21 هدف. ف تترى يعني تتوقع انها تكون مباراه كبيره؟ مباراه صعبه طبعا، مستوى متقارب، النادي الاهلي محتاج الاداء القوي بتاعه، الاداء الاساسي اللي المفروض يلعب بيه نتيجه الحاجات كتير اللي اتكلمنا فيها، يمكن ما وصلش لافضل مستوى، فدي هتخلي برضو المقص قريب منه، انما اعتقد ان شاء الله في الفتره دي النادي الاهلي يكون اداؤه افضل وان شاء الله يحقق نتيجه كويسه وعشان يخش في التنافس زي ما قلنا في شرح حديثنا. بس هي النقطه اللي انا بختلف فيها مع ناس كتير، اقول لك مباراه مقفوله ومباراه مفتوحه. هي المباراه مقفوله ومفتوحه حسب مجريات المباراه. لا انا بمتلك الكوره بقدر الامكان، لازم احاول افتح ثغرات، احاول افتح مساحات العب فيها فهي تبقى مفتوحه. المفروض انا اسعى لكده وتكتيكي ولعبي وادائي ان انا اخلق مساحات اقدر العب فيها بالتكتيك اللي انا بعمله تمام، وفي نفس الوقت انا في حال الدفاع يبقى لازم انا اضيق المساحات ولازم اقفل الملعب على الخصم وعلى المنافس. فهي مفيش مباراه مفتوحه 100% ومفيش مباراه مقفوله 100%، انت امتلكت الكوره فانت لازم
عايز تفتح يعني خلي الفتح في المساحات في الناحيه الهجوميه خلينا نحددها والمسمى يبقى مظبوط. عايز افتح مسميات عامه؟ لا انا افتح الملعب تمام، اقفل المساحات دي كلها، افتح الملعب او افتح المساحات دي في الناحيه الهجوميه عشان اخلق نفس فرص، والعكس في الناحيه الهجوميه اضيق المساحات اقفل المساحات، هتبقى في الدفاع ولا في الهجوم؟ يبقى حسب سير المباراه. يبقى في الدفاع يبقى مفيش بقى، خلينا نتكلم مفيش مباراه دفاعيه بحته ولا مباراه هجوميه بحته، قصدي مباراه مفتوحه يعني فيها فرص او مباراه مغلقه. كل مباراه النهارده الانديه الكبيره حتى تبقى كسبانه سكور عالي وفرق كبيره وفرق فرق بينها وبين الخصم مستوى كبير، ما بتفقد الكره. في فرق ريال مدريد وبرشلونه حين بيلعب في تلت الدفاع بتاعه برغم ان هو مش محتاج لا نتيجه المباراه ولا الفرق المستوى، بس هو خلاص تكتيك التعود، ارتداد سريع وقفل المساحات هي كده. يعني احنا تاخد بالك التكتيك ده متاخد من الهاندبول ومتاخد من الباسكت، يعني ده انتقل من الهاندبول ومن الباسكت. حتى اللاعب الاشول اللي بيلعب ناحيه اليمين عشان تبقى الرجل اليسرى بتاعته تبقى داخل للعب وللتصويب اسهل برضه متاخده من الهاندبول. يعني الهاندبول الجناح على طول من زمان بيلعب الجناح الايمن بيلعب ايده اليسرى عشان الجون يبقى مفتوح منه في التصويب عشان لما يضم على الدايره يعرف بالزبط. بايده اليسرى يبقى الجون مفتوح اكتر. احنا خدناها من الهاندبول، هتلاقي برضه تضييق المساحات ده والفاست بريك والهجوم الخاطف السريع والهجمه المرتده السريعه كل دي متاخده يعني خد بالك في تكتيكات بتتاخد من الالعاب وبعضها. زمان ما كانش فيه الزون ديفنس ولا ان انا النهارده الباسكت او الهاندبول كل الفرق بتعمل اول ما يفقد الكره على الدايره عشان يضايق المساحات. تخيل بقى الملعب مفتوح يعني النتيجه بدل ما تبقى مثلا 20 18 ممكن تبقى 50 48 مثلا. فهي يعني اقصد هو ده يعني هي في النهايه بنقول ما فيش مباراه مفتوحه ومباراه مقفوله بالنسبه للفريق، انما هي مزيج حسب ظروف الملعب وظروف اللعب وظروف المستوى المنافس حاجات كتيره طبعا. شكل الاهلي الفني الفتره الاخيره كابتن محمود بما انك بتتابع بالتاكيد فريق الاول في مبارياته الاخيره، الشكل اختلف ما بين فتره كارتيرون على لاسارتي في الفتره اللي جايه؟ اعتقد هيبقى التدعيمات وبعدين التنافس زاد في الفرقه. انت التدعيمات ديت هتخلي التدريب يعني كنت عايز اقول نقطه يعني قبل ما اقول النقطه ديت ان مشكله لما يكون عندك 10 مصابين انت التنافس داخل الملعب في التدريبات قل. صح. بمعنى انا مثلا لما انا بلعب قلب دفاع دلوقتي الملعب على ازاره هيبقى اصعب كتير قوي من ان انا الملعب على مهاجم جاي من قطاع الناشئين او مهاجم خارج من اصابه او تمام. يبقى انا هتدرب افضل وهحافظ على مستواي افضل، وكذلك في كل المراكز. يعني انت التنافس اللي جوه الملعب ده ما هو كل التدريبات ما بتبقاش كلها بتتعمل في تدريبات كتير قوي بتتعمل دفاع وهجوم او فرقه وفرقه او سمول سايد جيم في مساحات صغيره، كل دي فيها تنافس. يعني النقطه اللي انا عايز اقولها الاصابات دي بتبقى مشكله بتاثر عليك في النشاط الرسميه وبتاثر عليك برضو في مستوى الاداء في التدريب، مستوى التنافس بيقل. احنا كنا الشكل الفني مع لاسارتي اختلف هيبقى افضل عشان التنافس ده هيزيد. الصفقات هتدي تنافس داخل الملعب، يعني حتى انا وصفقه جديده مش هيستعين بيا كشكل كاساسي، يعني ليا دور في المباراه الرسميه انما انا ليا دور في التدريب. لازم اللعيب يحس ان في لاعب منافس ليه، لازم عارف ان اي هبوط في المستوى او اي دلع او اي استهتار هيقعد وده هياخد مكانه، بدليل ان حتى ياسر ابراهيم جه دخل، رمضان صبحي بدا، حسين الشحات دخل وبدا، متوقع حمدي فتحي كمان في مباراه المقاصه يكون له دور او متواجد مع الفرقه، وممكن دول لسه ما وصلوش لمستواهم الحقيقي. يعني رمضان عنده احسن من كده وحسين الشحات عنده احسن من كده وياسر ابراهيم عنده احسن من كده، بس انا احساسي ان هم عايزين يادوا افضل اداء. انا احساسي اكيد انا متوقع ان حسين مثلا شحات هيكسر الدنيا الايام اللي جايه، عايز يعمل كل حاجه في الكوره. انا احساسي يمكن دي تيجي اللي هو شغال في الكوره اللي عنده الحس ده. يعني اللي لعب واللي درب هيجي له الحس، انا عندي الحس ده وزمايلي المدربين واللي لعبوا كوره عندهم الحس، لا هيجي. ودي انا شايف يعني في ناس تقول لك الله يعني مش فين مش 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 المستوى المنتظر منهم، لا هتيجي ان شاء الله في اقرب فرصه، هتيجي وفي اقرب وقت ان شاء الله هتيجي. اخر سؤال متعلق بالدوري العام عشان ننتقل للبطوله الافريقيه، لسه المنافسه شغاله في الدوري؟ طبعا لسه يعني نقدر نتكلم عن التنافس هيبقى قوي او تبان شكل المنافسه لما الفرق كلها تلعب عدد مباريات واحده؟ لان عارف المستويات متقاربه. بمعنى انا يعني
بنافس الزمالك او بيراميدز عايز اصعد ومشارك في التنافس ده. يعني لو في تفاوت في المستوى بين اربع خمس فرق في انديه المقدمه والباقي دول بعيد، هيبقى الموقف عليا صعب. انا كنادي اهلي اوصل، لان الزمالك هيقابل فرقتين بينافسوه والباقي كله سهل. لا، انا شايف التنافس اللي فوق في المنطقه الوسطى، وحتى في التنافس على الهبوط، انا شايف فرق كان ممكن يكون ليها دور افضل من كده، وكان ممكن تحقق مستويات اكتر من كده، بتنافس على الهبوط زي بتوجيت مثلا. فده اعتقد هيدينا امل ان المباراه كلها صعبه، الزمالك هيلعب كل الماتشات صعبه، وبيراميدز كل الماتشات عنده صعبه، فدي هتبقى عندنا، دي هتبقى مديها فرصه اكتر للنادي الاهلي ان هو يقرب من التنافس. انما لو في 10 12 فرقه بعاد عن التنافس مستويات ضعيفه، لا هيبقى صعب انا اوصل، لان الزمالك هيقابل الفرقه دي ويبقى سهل يفوز عليها ويحصل على 3 نقاط، هيصعبها لي. انما لا، الزمالك عرضه ان هو يخسر في اي مباراه، واحنا عرضه نخسر في اي مباراه، وبيراميدز عرضه يخسر في اي مباراه. دي بتدينا امل ان احنا عندنا فرصه دخول في التنافس على البطوله. وعندك امل في نقطه ايجابيه، انك لو كسبت كل مباراتك المؤجله هتوصل للمركز الثاني، وممكن تضايق الخناق على المركز الاول بفارق نقاط قليل. بس هو 8 تقريبا بيننا وبين الزمالك، يعني حاليا لو كسبنا 27 نقطه، الزمالك 41، لكن الزمالك لعب مباراتين اكتر. فاذا 41 يعني الفرق 14 نخصم 6، نتكلم في 8 8 نقط. ان شاء الله لو كسبنا مباراتين ولسه هتلعب الزمالك مباراتين، عندك 2 فيهم 6 نقاط. ما انا بقول لك اللي بيديني الامل، الزمالك هيلعب كل مباراه صعبه. حتى لو متزايل ترتيب الجدول المباراه هتكون صعبه، دي هتدينا فرصه اكتر. ده اخر 3 فرق في الدوري، المصري والاسماعيلي وبتروجيت. شفت بقى؟ طب في منتهى الصعوبه، ايه الفرق بين الفرق بين الاسماعيلي ولا المصري واللي بيحتل المركز الثالث مثلا المقصه او سموحه؟ مستويات متقاربه جدا اكيد، خلينا يعني دي حقيقه واضحه للناس كلها. ان شاء الله دي بتدينا امل ان احنا ان شاء الله، بس احنا نكسب. ما هو الاساس عندك تكسب مباراتك اللي باقيه ان شاء الله. بالظبط. طيب المباريات الافريقيه مختلفه بقى، انت في ترتيب مجموعتك متصدر المجموعه ب4 نقاط، فزت على فيتا وده فريق قوي جدا وكان وصيف الكونفدراليه في المباراه الاولى 2-0، سافرت الجزائر عملت مباراه حسب الاجواء والظروف خرجت بنتيجه ايجابيه 1-1، فبالتالي انت متصدر المجموعه. فيتا بعديك ب3 نقاط، سيمبا ب3 نقاط، وشبيبه الجزائر بنقطه واحده. بدايه يعني شكل المجموعه وكبدايه في اول جولتين يا كابتن محمود، شايف التنافس هيبقى ازاي؟ مش عارف، احنا دايما عندنا طموح وامل يعني تمنيات طبعا، حتى ما تبقى حاسس شويه ان في صعوبه بتقول لا ان شاء الله احنا هنتصدر. بس شوف اللي يعني فيتا كلاب كسب تسيمبا 5، وتسيمبا كسب شباب الثوره 3. الثوره بتتنطق كده؟ الثوره بالسين. الثوره كسب 3 يعني، وانت كسبت فيتا، ممكن دي تديك مؤشر ان انت هل المباراه هتكون فيها يعني حاسمه بينك يعني. انما هو فيتا وان شاء الله الاهلي وفيتا اعتقد هم الاقرب للصعود يعني. طيب شكل المجموعه يا كابتن محمود، البعض ممكن يعتقد ان هي مجموعه سهله، بس الفرق كلها بتكسب بعض. لا، المجموعه صعبه. اولا المجموعه على المستوى الجماهيري مجموعه قويه جدا، لان الاربع فرق جماهيريه. ثانيا الاهلي وفيتا هو وصيف دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. سيمبا من الاسامي الكبيره هناك في تنزانيا، وعايز اقول لك يا كابتن محمود ان لو بصيت على قائمه فريق سيمبا التنزاني عندهم لعيبه محترفين في دول فيها لاعبين بيلعبوا في منتخبات بلدهم. يعني سيمبا من تنزانيا عنده ما يقرب من حوالي 6-7 لاعبين بيلعبوا في منتخب تنزانيا، لعيب من زامبيا، لعيب من رواندا، لعيب من اوغندا، لعيب من كوت ديفوار ده بيلعب في مركز المساك. فرقه عندها امكانيات جيده جدا، حتى معدل تهديفهم في البطوله بدءا من الدور التمهيدي حتى مباراه فيتا مسجلين ما يقرب من حوالي 17 هدف، فمعدل التهديف كبير. عندهم مشاكل دفاعيه لكن على ارضهم فرقه شرسه. فرقه فيتا نفس الفكره، فرقه تعتبر في الكونغو الديمقراطيه مصنفه بعد مازيمبي، عندها لعيبه متميزه جدا في الدوري الكونغولي، عندهم لعيب مسجل 50 هدف وهو اخر مباراه قدام سيمبا مسجل هدفين، مسجل 50 هدف في اخر حوالي 4 بطولات افريقيه، فمعدل التهديف عالي. فريق جزائري، فريق شمال افريقي، عارف انت ما بين مصر والجزائر الفرق الجزائريه عامله ازاي، وعندهم لعيبه برضو بيعتمدوا عليهم من مريديه وهران، من شبت القبائل، اتحاد العاصمه، فبالتالي عندهم خبرات. طبعا انت المعلومات مهمه، يعني انت دايما الفرقه تواجهها لازم كل المعلومات، لان من المعلومات ديت انت بتقدر تحقق حاجات كتيره. حتى لو على المستوى مستوى الطموح مفيش شك، ما كانش موجود في افريقيا على فكره على ايام، بس الموضوع كان مختلف. يعني زمان انت في افريقيا كنت بتلعب المنتخب،
يعني كوتوكو ده منتخب غانا، منتخب غانا ما كانش فيه احتراف طبعا، ما كانش فيه احتراف والدنيا مقفوله، بس جت فتره ما كانش فيه حد بقى بيستعين بلعيبه دوليه من القاره، كان دايما طموح يبقى يلعب بره وداخل القاره ده مش موجود. انما يعني المعلومه دي لا بتاكد الفرقه عندها طموح وعايزه تنافس وعندها طموح تفوز ببطوله، في شكل الاغراءات الماديه بقت رهيبه. تخيل يعني مثلا اللي بيوصل بدور الابطال الفوز مش عارف 3 مليون دولار وما 2.5 البطل 2.5 مليون دولار بالظبط، مش عارف ما بيدخل او مع اول مباراه في بطوله العالم للانديه مش عارف بياخد مليون دولار كمان وعنده امل يزيد. دي ارقام فلكيه مش على مستوانا احنا، حتى مستوى افريقيا العمله الصعبه العمله المحليه الضعيفه، فبقى عندهم طموح وبيفكروا. ومع كمان زياده الاحتراف الخارجي ده اللاعب نفسه كناحيه شخصيه فرديه هو عنده طموح، انا بلعب في فرقه محليه عندي هلعب على بطوله، نفسي اروح احترف في تونس فتبقى خطوه لاوروبا، احترف في مصر يبقى خطوه لاوروبا، ممكن بطوله افريقيا الانديه طبعا ما فيش شك ان كل اللي هم مش عايز اقول لسه مصر اللي هم وكلاء اللاعبين دي بيتابعوها وبيكتشفوا اللعيبه و بيبقى عليها اضواء ما فيش شك، فالطموح زاد وفرق زادت طموحها واللعيبه زادت طموحها في الشكل الوضع مختلف جدا عن الاول. طيب بعد اول جولتين يا كابتن محمود الاتحاد الافريقي لكره القدم عبر موقعه الرسمي يعني طلع الاحصائيات الرسميه بمشاركه الفرق ال 16 في دوري ابطال افريقيا، لفت انتباهي احصائيه النادي الاهلي في جزئيه مهمه جدا. واحنا بنختم بطوله افريقيا العام الماضي نسبه استحواذ الاهلي مع كارتيرون سواء في مباراه وفاق الصيف او مباراه الترجي لم تتخطى ال 38%. لكن مع لاسارتي نسبة الاستحواذ مختلفة يا كابتن محمود. مباراة فيتا انت انهيت المباراة بنسبة استحواذ 60%. في الجزائر وانت خارج الارض نهيت المباراة بنسبة استحواذ 52%. مقياسك ليها او معيارك لهذه الارقام شايفها ازاي؟ هو ممكن واحد يقصى مش على يعني اقول نقطة بس واحدة. يقول لك لا المهم الاهداف، اوكي. بس الاهداف مش هتيجي غير ما تكون الكرة معايا. او الناحيه الدفاعيه برضو الاهداف مش هتدخل مرمايا او الخصم او المنافس هيسجل غير ما يكون الكره معاه، فهي هي طول ما الكره معاك انت مفيش خطوره عليك، وطول ما الكره معاك انت بتمثل خطوره على المنافس. انما هي في بعض الاحيان بيفوز اللي اقل استحواذ، بس في النهايه برضو الاستحواذ مهم وبيدي مؤشر امتلاكك للكره اكتر من المنافس. كونك انك تقدر تحتفظ بالكره اكتر من المنافس اعتقد ده يعني مش عايز اقول بيمثل، بس هو مؤشر من ضمن المؤشرات اللي بتمثل تفوقك وبتمثل نجاحك، وفي النهايه انت عشان تكسب لازم الاول تحتفظ بالكره تبقى معاك. وبتمثل كمان ان في شغل فني اختلف في فتره عن فتره؟ طبعا ممكن شكل الاداء شكل الاداء التكتيكي اختلف. يعني هي في النهايه الى حد ما بتدي مؤشر كويس. تمام. يعتبر نجاح. يعتبر نجاح بصرف النظر عن النتائج. والفتره الزمنيه قليله، يعني مباراه وفاق الصيف ومباراه الترجي في شهر 11، احنا بنتكلم في مباريات دلوقتي في شهر 1 شهر 2، يعني المسافه مش بعيده عشان تغير الشكل الفني ده للافضل الا في خلال شهرين، فده نجاح للاسارتي. هو بشكل عام لا الاداء اتحسن مفيش شك، الاداء اتحسن والاداء اتحسن اكتر الفتره الجايه، واحنا يعني الاهلي بيرجع بسرعه ان شاء الله هيرجع بسرعه. مش بيرجع يعني يرجع للقمه يعني للقمة مش يرجع لمستواه بس لا يرجع مستواه ونتيجه وللقمه ان شاء الله بالظبط. طيب النقطه السلبيه اللي خدتها من الاحصائيات يا كابتن محمود هي مساله التسديدات. في مباراة فيتا احنا سددنا 4 تسديدات طول 90 دقيقة. واحدة فقط كان بين القائمين والعارضة. في مباراة فيتا 19 تسديدة لكن 7 ما بين المرمى. تقييمك لمسألة التسديدات في مدى إتقانها ومدى حرص الفريق على التسديد بشكل قوي. أنا بحييك إنك يعني تابعت وتعبت وجبت المعلومات ديت. إن شاء الله تكون كل المعلومات موجودة عند الفريق الأول وعند الجهاز الفني. الـ 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 الارقام بتدي مؤشر، يعني انت شايف التسديد قليل لازم ابقى مركز عليه تحت ضغط دايما، يعني خلي التدريب كله تحت ضغط في مدافع، ما بقاش بقى انا ما بحبش التصويب ده اللي هو بيبقى يعني تبص لك وواحد يصلح حالك وتصوب. يعني موقف مش موجود خالص في في المباراه بالظبط، ممكن يبقى ليه دور ليه مع الناشئين اكتر انك التكنيك بتظبطه في حاجات تانية كتيره، انما لا وصل اللعيب للمستوى لازم كله يبقى تحت ضغط ويبقى في تركيز، انت شايف التصويب كان قليل لازم تحط تدريبات كتيره فيها
فيها تصويب يعني. ده حصل اخر تدريبين على فكره قبل السفر للاسكندريه. الراجل عمل فقره تخصصيه مع عدد من اللعيبه، مش هذكر اسامي عشان الشغل الفني، ابتدى يشتغل تدريب تخصصي بعد التدريب على التسديد على المرمى من مسافات مختلفه واماكن وزوايات مختلفه داخل الملعب. انت بتحط يعني الارقام بتديك صوره. طبعا انت بتحط البرنامج التدريبي، في مدرب يحط اسبوع، في مدرب يحط شهر، في مدرب يحط سنه، ومحدد كل الاساسيات اللي هيشتغل عليها. انما هو لازم يكون هيتغير، لان امتى يتغير؟ لما يكون لما التدريب يبقى فيه مرونه. بالظبط، لازم يكون عارف التدريب ده فيه مرونه. وامتى هيكون فيه مرونه واغير؟ لما اجيب الاحصاءات دي. يبقى انا هغير، انا عامل تدريب بشكل معين، لما احلل الاداء بتاعي ويبقى فيه قصور، الكرات العرضيه ضعيفه، التصويب ضعيف، في حاجات في النواحي التكتيكيه الاساسيه الدفاعيه مش موجوده، يبقى لازم. وهو التدريب الفردي مهم جدا. عايز اسالك على كريم، اساس التدريب يعني. اكيد طبعا. عايز اسالك على كريم نيدفيد يا كابتن محمود. كريم خلال المباراه الاخيره الاداء والشكل اختلف حسب المهام الفنيه والوظائف اللي خدها في الملعب. يعني مباراه شبيبه الثوره كان من ضمن ثلاثه لاعبين في خط الوسط بجوار السوليه وبجوار اسلام محارب، لكن اكتر اللعيبه اللي كان ليها صناعه اهداف او تحرك داخل مرمى المنافس وتمريرات اماميه كان كريم نيدفيد. شايف صوره مشاركه كريم مع الاهلي الفتره الاخيره مختلفه تماما عن الفتره السابقه؟ انا شايف ان كريم عنده صفات اراديه كويسه. يعني هو كنا في سياق حديثنا برضه بنقول اللعيب البديل ما تحسش انك بديل، انت اساسي او انت بتشارك الاساسي، عشان ما تيجي الفرصه تتمرن بجديه وباهتمام وبروح كويسه عشان ما تجيلك الفرصه. انا بعتقد اكيد ده كان تفكير كريم بدليل النتائج، هو نزل وخلاص عامل حسابه ان انا هبقى ايه؟ خلاص فرصه جات لي ان انا ببقى اساسي. اكيد. لا اما في مركزي المركز المؤقت باك رايت لا اما في مركز الاساسي بالظبط اللي هو وسط المدافع. هو حلو اللعيب يكون عنده اكتر من مركز ويبقى عنده مرونه تكتيكيه زي ما قلنا، بس التثبيت في مكان بقى مهم برضه. يعني مش بقى مشتت بقى ابدل هنا وابدل هنا، ماتش هنا ماتش لا، العب لي خمس ماتشات هنا ممكن اغير الماتش السادس وارجع، عشان برضه يكون اقدر النادي الاهلي يستفيد بافضل اداء للاعب هو او غيره، وبالتالي نحقق نتائج كويسه. كابتن محمود صلاح انا بشكرك شكرا جزيلا لهذا الحوار، القينا الضوء على امور كثيره سواء الفريق الاول او حتى دور لجنه او اداره اكتشاف المواهب خلال الفتره القادمه. نورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا محمد، شكرا وكل التوفيق ليك. سعيدنا معاك. اكيد يا كابتن، ده الشرف ليا. الله يخليك. اكيد باذن الله. شكرا لك يا كابتن محمود، شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. فقره كانت مهمه وفيها تفاصيل فنيه مهمه جدا، وتحديدا كمان الحديث عن اداره اكتشاف المواهب خلال الفتره القادمه ودورها مع قطاع الناشئين، وازاي هذا القطاع كمان كان ليه دور في فترات سابقه في الدفع بعدد من اللاعبين متواجدين خلال الفتره الحاليه مع الفريق الاول في المباريات الافريقيه. لكن كل التوفيق يا رب لفريق النادي الاهلي. عندنا بكره مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه مع مصر المقصه، وبعدها كمان ب 72 ساعه مباراه وادي دجله، ثم المباراه الافريقيه مباراه سيمبا ان شاء الله في برج العرب في الاول من شهر فبراير القادم. باذن الله الاهلي يتخطى كل هذه المباريات، لان بالتاكيد نسعى للفوز بالدوري ونسعى لحصد اللقب الافريقي خلال هذا العام باذن الله. بعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق. بعد الفاصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكل المشاهده ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثالثه من الاهلي الليله. وقبل ما نبدا معاكم هبدا مع حضراتكم بخبر مهم جدا، انه رسميا تم استبعاد نادي الاسماعيلي من المشاركه في دوري ابطال افريقيا بعد الاحداث الاخيره اللي حدثت في المباراه الافريقيه امام فريق الافريقي التونسي. يعني بصراحه اكيد كلنا زعلانين، كلنا متضايقين، لكن يعني كان الامر واضح جدا ان بعد ما الحكم يعني الغى المباراه كان واضح جدا ان هيتم تنفيذ نفس العقوبات اللي تم تنفيذها قبل كده باستبعاد النادي اللي بيتم يعني انهاء المباراه قبل وقتها الاصلي بحسب تقرير حكم المباراه، وده اللي بينقله المراقب للاتحاد الافريقي حاليا. ده الخبر اللي موجود، اي غرامه ماليه ثانيه هنقول لحضراتكم عليها، لكن يعني هنعلق اكيد على القرار وهاخد راي ضيف اللي مشرفني ومنورني، هو واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من النجوم من ناشئين النادي الاهلي وكبروا وتربوا داخل النادي، واحد من الحراس اللي طبعا اخلاقيا على اعلى مستوى ايضا دراسيا
مريم، هو خريج كلية صيدلة، واحد من الدكاترة القليلين في مجال كرة القدم. يسعدني أن يشرفني ونورني الكابتن أحمد فاصل. ازيك يا كابتن أحمد؟ أهلا وسهلا بك. أخبار حضرتك إيه؟ ربنا يكرمك. كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. الإسماعيلي السبعي خلاص تم استبعاده، زي ما أنا قلت يا كابتن، يعني قرار ما كناش نتمنى أن هو يعني أو الأحداث نشوفها بالمنظر اللي احنا شفناه. عايز أعرف تعليق حضرتك سريعا على الحادثة اللي حصلت في مباراة الإسماعيلي. يعني سريعا كده، الحادثة دي طبعا مش يعني لازم تكون متوقعين الإسماعيلي أوت و50 ألف دولار. لوائح اتحاد الكرة بتقول كده أربع حاجات. لوائح الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي سوري. تمام. الإسماعيلي أوت، تتلغي نتائجه من المجموعة، 50,000 دولار غرامة، ما ياخدش الفلوس اللي المفروض ياخدها لما بيصعد دوري المجموعات. في فلوس بياخدها حوالي 100,000 دولار. تمام. دي كمان بتتخصم. دول الاربع نقاط. فاعتقد ان هو الطبيعي ان الكلام ده يحصل، ولكن اللي مش طبيعي ان جمهور الاسماعيلية يعمل كده. يعني صعب جدا ان المباراة تقول لهذه الطريقة. النادي الاسماعيلي كان المفروض يعني كان احسن بكتير الشوط الثاني من الشوط الاولاني المتابع للمباراه. ممكن يكون اتظلموا، واتظلموا في ضربه جزاء صحيحه من وجهه نظري، ولكن حتى لو حصل ظلم لسه فاضل ثلث ساعه، وفاضل كان فاضل 15 دقيقه تقريبا، كان ممكن يكملوا يلعبوا ويتعادلوا. انما وصلوا لحاله يعني احنا يا جماعه عندنا بطوله افريقيه، وعايزين الناس تبقى عارفه ان الاسماعيليه هيتلعب فيها مجموعه كامله. كان لازم يصدروا حاجه احسن من كده. يعني مش عارف اقول ايه، يعني قلبي عند الاسماعيلاويه برضو زعلان، لان اكيد فئه صغيره جدا اللي عملت حاجه زي كده. فيعني ربنا يكرمهم، ويا رب يستوعبوا الدرس ان شاء الله. يا رب يستوعبوا. وما يتمش استبعاد السيد الاسماعيليه من الامم الافريقيه. نتمنى الكلام ده، نتمنى. انما برضو في كلام عليه بس لسه مش يعني رسميا، لكن استاذ هنا ابو ريده قال ان ممكن ان مش هيحصل الكلام ده وبتاع، بس في كلام من جوه الاتحاد الافريقي ان هم ممكن يستبعدوه. طيب كابتن احمد، يمكن يعني حضرتك طبعا دكتور صيدلي ولاعب كره قدم، فلما يكون موجود قدامي لاعب كره قدم وايضا دكتور، مهم جدا ان افتح معاك ملف من الملفات القويه اللي موجوده في الملاعب الكره المصريه، وهي قضيه المنشطات. تمام. قضيه المنشطات يا كابتن احمد، حضرتك عارف ان هي يعني الفتره الاخيره في مصر واخده الجانب الاكبر، او معظم الناس بتتكلم فيها. ف حابب ان انا اتكلم معاك في عده نقاط، والقضيه الكبيره هي قضيه الترامادول. الترامادول اللي موجوده في الملاعب المصري. تمام. مبدئيا عايز اعرف ازاي الترامادول ما يكونش مدرج في جدول المنشطات. ماشي. ده اولا. تمام. ثانيا طبعا هو زي ما حضرتك عارف هو بيتم صرفه عن طريق روشته من داخل الصيدليات. تمام. فقبل ما يكون اللاعب مسؤول، الصيدلي او الجهه اللي بتبيع الترامادول ده اكيد لازم تتحاسب حساب اكبر من الحساب اللي مفروض اللاعب كره القدم يتحاسب عليه. تمام. فمبدئيا عايز ابدا مع حضرتك ازاي الترامادول اصلا مش موجود. طيب لازم نعرف الاول يعني الترامادول مشتق منين. تمام. الترامادول مشتق احد مشتقات الافيون الضعيفه جدا. تمام. في الاول لما نزل السوق كان مسكن عادي جدا. الناس ابتدت تاخده بطريقه عشوائيه وبطريقه صعبه. هو يعني خلي بالك، ربنا يعافي ناس، في ناس كتير قوي عندها امراض صعبه طبعا. بيبقى اساسي لانه من انواع العلاج الكويسه يعني. انما الناس ابتدت تاخده بطريقه وحشه. تمام. وبياخدوه لطرق اخرى والحاجات تانية كتير. فاخرى يا كابتن، الطرق الاخرى دي اللي هي الادمان. لا بص، ما هو يعني انا برضو مش عايز اوصل للنقطه ان في ادمان ليه الترامادول. في توليرانس، في تحمل. يعني ايه؟ انا اخد حبايه النهارده وبعد كده تقعد معايا اسبوع 10 ايام الحبايه بتسكنني، بعد كده اجي اخد الحبايه ما احسش ان انا متسكن، فاخد حبايه ونص، اخد حبايتين، وهكذا لحد ما اوصل بقى لشريط. من اول شريط لا كده، في ناس بتاخد شريط في اليوم، وناس بتاخد 7-8 تقراص في اليوم. من اول هنا نبتدي نقول ان في نوع من انواع الادمان. تمام. انما في الاول وفي الاخر هو مش ادمان، هو نوع من انواع التولرنس. نرجع ونقول يعني ايه الترامادول وبيشتغل ازاي. الترامادول كل قصته انه بيعلي تاني كده، بيعلي الليفل بتاع الاحساس بالتعب في المخ. بيعلي الليفل. فانا مثلا انا التعب بتاعي عند نقطه ايه مثلا. اوكي. لما اخد ترامادول هيعلي مستوى التعب بتاع الاحساس بالتعب. خلي بالك احساس العضلات بالتعب هتبتدي تروح عند بي. فانا كجسم بقعد اشتغل فوق مستوى الاحساس بتاعي الطبيعي لحد ما اوصل لنقطه بي.
ما احسش بيها يوم الماتش. يوم الماتش هعمل كل حاجه واجري واعمل واخبط في الحيطه. بالظبط. يعني كابتن اللاعب اللي قدرته يلعب 70 دقيقه يلعب 195 دقيقه 190 دقيقه ما يحسش باي تعب خالص غير بعد المباراه. تمام. لما تاثير المخدر او الترامادول يخرج من يروح خالص ويخرج من الجسم. طيب هل بقى كابتن احمد، وده السؤال اللي كلنا بنسمعه، لكن حضرتك واحد موجود في الملعب فشفت وعشرت لعيبه كتيره جدا، وكمان وجود حضرتك في الدرجه الثانيه اعتقد ان عمليه المراقبه اقل من الدوري الممتاز، وبالتالي ممكن يكون في وضع او لعيبه بتتعاطى الترامادول بشكل منتظم في المباريات، فهل في لعيبه فعلا زي ما احنا بنسمع وانا واحد منهم فعلا بيتعاطوا الترامادول؟ قولا واحدا 90% من لعيبه مصر 90% وخاصه درجه ثانيه وثالثه. بص قولا واحدا ما مش 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 هعيد وازيد في الدرجه الثانيه والثالثه تقريبا كلهم الا من اللي يعافيه ربنا يعني بياخدوا الدرجه الممتاز. في كتير جدا 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 ولاعيبه في انديه مشهوره والناس كلها عارفاها بالاسم وبتشاور عليها، فاهم؟ فده شيء طبيعي. بس انا ارجع لنقطه مهمه ان الاتحاد الدولي مش مدرج الترامادول في المنشطات. ليه؟ لانه بيعتبره في الاول وفي الاخر مسكن. هو مسكن قوي شويه يعني، خلي بالك البريزولين نوضح بس البريزولين دي قطرة للأنف أو العين. تمام. البريزولين داخلة كمنشط. ليه؟ يعني يا كابتن لو أنا عندي مثلا برد فعايز أخد بريزولين، أو مثلا عندي مشكلة في عيني فعايز أحط بريزولين، لا ماشي، لو حللت هيطلع مادة المنشطات، هيطلع إن أنا إن أنا باخد منشطات. لو حد حط بريزولين والله الكونجستال بتاع البرد منشط. الكافيين الشاي والقهوة اكتر من 3 كوبايات شاي واكتر من كوبايتين قهوه في اليوم، الاتحاد الدولي بيعتبر ده كله منشطات. تخيل بقى كل ده مكتوب في جدول المنشطات ومش مكتوب في الترامادول. طب انا عايز اقول لك على حاجه، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان البريزولين عادي جدا اروح الصيدليه اصرفها بدون اي مشاكل وبدون اي روشته وعادي ماشي. جدا تمام. انا ما بقارنش، لا انا بتكلم على الكوره، بتكلم على الاتحاد الدولي. ماشي، حلو قوي. والترامادول يقول لي لازم روشتة ولازم 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 حاجات كتيرة جدا. تمام. وكون روشتة معتمدة، وفي الآخر في الكورة يعني أتوقف برزولين والله دي حقيقة. أنت بتضحك بس خلي بالك أنا بقولك دي حقيقة. أصل هو في جدول المصري أو الجدول المصري للمنشطات ده حاجة، والجدول العالمي للفيفا بتاع المنشطات ده حاجة تانية. طيب معلش يعني حضرتك إيه، أنا بسأل حضرتك الأسئلة اللي المشاهد بتيجي على باله. تمام. طيب هل الاتحاد الدولي هو الجهه الرسميه اللي بتقرر على كل الاتحادات الادويه او المنشطات او الادويه اللي بتبقى موجوده في الجداول، ولا كل اتحاد بيكون خاص باللائحه بتاعته؟ تمام. كل اتحاد خاص بلوائح الاتحاد القاري ليه، يعني احنا تبع الكاف. احنا كاتحاد كوره في مصر احنا تبع الكاف. لو الكاف ادرج الترامادول في المنشطات يبقى احنا بالتالي هندرج الترامادول في المنشطات، انما ما ينفعش العكس. ما ينفعش مصر تدرج الترامادول في الجدول. عارف ليه؟ والكاف لا. عارف ليه؟ ليه يا كابتن؟ لان المنشط المفروض اللعيب بيتوقف اول حاجه من 6 شهور لـ8 شهور. لو قعد تاني بيتوقف 2 سنين، لو قعد تالت بيتشطب. طب انا لعيب دلوقتي وباخد ترامادول وجه الاتحاد المصري وقفني، هرفع قضيه على الاتحاد المصري في الكاف اخد تعويض وارجع العب تاني غصب عن الاتحاد المصري، صح ولا لا؟ صح مظبوط. فيبقى ايه؟ يبقى انا لازم اكون تابع للاتحاد القاري، يعني مثلا سيب برشلونه والريال وكل دول تابعين للاتحاد الاوروبي وهكذا. فكل فرقه مثلا الفرقه العربيه تابعه للاتحاد الاسيوي، الفرقه العربيه اللي هي شرق العرب، فهي كده انا تابع للاتحاد القاري اللي انا تابعه. وعلى هذا الاساس جدول المنشطات بيجي لي من الاتحاد القاري، ما بيجيش من الاتحاد الدولي. كله تحت منظومه الاتحاد الدولي، ولكن جدول المنشطات اللي بيجيلي من الاتحاد القاري. طيب قبل ما نروح على اضراره، ايه الحل يا كابتن احمد؟ علشان يعني انا بشوفها مهزله. تمام. ان منشط من ضمن المنشطات، وغير ان هي مهزله بشوفها حاجه فيها يعني حاجه غير عادله، ان لاعب بيكون يعني بيستعين بقوه خارجه عن ارادته او القوه الجسمانيه اللي ربنا خليها فيه أو تعبه في التمرين، وواحد تاني بيتعب وبيشقى وده بيعمل مجهود أكتر من ده، واللي بيعمل مجهود بيكون بسبب مادة منشطة غير مدرجة من الاتحاد الأفريقي في جدول المنشطات.
ايه بقى الحل من وجهه نظر حضرتك عشان الموضوع ده يتحل؟ يتحل طبعا يعني قاريا وعالميا. طيب يتحل قاريا وعالميا دي لازم يخش الترامادول جوه المنشطات، مش هتعرف تحله طالما مش مدرج في الـ 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 في المنشطات تبع الكاف، مش هتعرف تحله. طب مين اللي يطالب نقطة تانية. مين اللي يطالب بده يا كابتن احمد؟ يعني الاتحاد المصري اكيد واعي وعارف الكلام ده كويس قوي، ليه هنا؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم 2009 2009 بطولة القارات اللي اتلعب في جنوب افريقيا، تمام، ثلاث لعيبه لعبوا بالترامادول واتعمل لهم تحليل وما طلعش. من مصر؟ من مصر. وانا عارفهم بالاسم. والله انا على فكره بحلف بالله، والله العظيم ما بجد بصدقك والله. لا اصل دي حقيقه. فالموضوع مش لعبوا الثلاث ماتشات ولا لعبوا ماتش. ايه لعبوا ماتش؟ يعني ممكن نقول البرازيل مثلا. يا عم بقى خلاص بقى استغرقني ولا ايه؟ المهم يعني ده اللي انا عايز اقوله، طالما يعني المثل البلدي بيقول ايه، اللي تلعبه اللي تكسبه العبه. هو ما فيهوش ظلم، لان انا ممكن اخد وانت ممكن تاخد، طالما ما وصلش في جدول المنشطات يبقى ما فيهاش حل. بس هو بقى على ما بيننا وبين بعض ان هو منشط. بالظبط بالظبط. على الجانب بقى الانساني وعلى الجانب الجنائي هو منشط وبيعتبر تداوله اساسا ما ينفعش، لازم صيدلي اللي يطلعه ويطلعه بروشيتا ويطلعه وياخد الروشيتا ويختمها ويحطها عنده في الدرج عشان لو جاله تفتيش قصص. وبيجي له يا كابتن كميات معينه وعلى الاساس الروشيتات اللي موجوده هو ده الصرف اللي بيكون على اساسه. بالظبط. زي مثلا انا خدت 10 طلعت 10 علب في الشهر، انا لازم يبقى عندي 10 روشيتات. لو ما جتش لو جم التفتيش وما لقوش ال 10 روشيتات سلام، بيبقى في غرامه على الصيدلي. غرامه مش مرة مثلا مره والثانيه والثالثه بيبتدي يقفل بالشعب. صح كده. طيب يعني الاضرار اكيد يا كابتن لكل حاجه بيكون ليها ضرر. تمام. حتى لو قطره البنزولين زي ما حضرتك ما اتكلمنا وقلنا كل حاجه بيكون ليها ضرر. تمام. ايه الاضرار اللي ممكن تقع على لاعب ادمن الترامادول ان هو خلاص ما بقاش يستغنى عنه؟ زي ما حضرتك عارف ان الجدول في مصر يعني غير منتظم، ممكن ثلاث ايام كل ثلاث ايام مباراه. تمام. وبالتالي بقى ايه هنا اللي ممكن يحصل للاعب كره قدم او لاعب رياضه بشكل عام؟ تمام. اللي يحصل له من تناول اضرار منشط الترامادول. طيب خلينا نقول الاول ان انت بتاخده دلوقتي بتحس بحاله من النشوه او حاله من عدم التعب لفتره موجزه ولتكن من 6 ل 12 من 6 ساعات ل 12 ساعه. تمام. عمرك في الكوره مثلا انت هتلعب لحد 30 سنه سي ما لحد 35 سنة، اللي متعود على الترامادول في الماتشات بيوصل لعبه لحد 30 سنة جسمه ما بيتحملش بعد خلاص سنة. خلاص هو 30 سنة 31 سنة بيبتدي جسمه يتعب، ما يتقبلش ترامادول ولا يتقبله بمعدل أعلى، يعني زي ما بقول لك بدل قرص قرصين لا ممكن يوصل ثلاثة. فاهم؟ والتولرنس بتاعه بيعلى، مشكلته على المدى البعيد بيأثر هو الإخراج بتاعه عن طريق الكلى، فبيأثر جدا على الكلى، بيعمل مشاكل كبيره ناهيك عن الحصوات ولكن بيعمل فشل كلى وعلى المدى البعيد. يعني دي ابرز المشاكل اللي بيعملها الترامادول، ولكن على المستوى البعيد اللي يقعد يتعاطاه اكتر من 3 4 سنين بيبتدي يظهر المشاكل. 3 4 سنين وحضرتك لسه من شويه قايل لي ان في لعيبه يا جدع 10 سنين و12 سنه طيب مش اللي اتكلمهم يعني ولا حاجه بتحصل لهم يا كابتن احمد؟ خلي بالك ولا عشان السن الصغير. ايوه بالظبط بالظبط، ده انا لسه هقوله لك. السايد افكتس بتظهر لو مثلا مثلا عندي 10 سايد افكتس لحاجه واحده، في كل بني ادم بيظهر سايد افكت واحد وممكن ما يظهرش خالص. تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين، كل اللي بياخدوه من الرياضيين تاني كل اللي بياخدوه من الرياضيين لسه مش حاسين باي حاجه وجسمهم مش هيئن دلوقتي، انما لما يوصلوا بقى 50 و60 سنه هيبتدوا يحسوا بالالم الفظيع. يعني انا شايف يا كابتن ان هي ملهاش لازمه، يعني انت دلوقتي عشان يعني بنتكلم في 3 4 5 سنين عايز ان انت تعمل معدلات جاريه ومعدلات لياقه عشان تكون موجود هنا وهنا وهنا وتاخد فلوس، لكن زي ما حضرتك قلت في الاخر يعني مفيش حاجه مستاهله ان انت خلص. 50 سنه خلص. وانت 50 سنه ده يا كابتن احنا لسه يعني لسه بنتكلم برضه إن إن, ان 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 انت غير معرض للامراض اللي هي اللي احنا بنشوفها امراض الشيخوخه الطبيعيه. يعني بعد ال 50 يعني بص من 50 ل 60 تبتدي امراض الشيخوخه تظهر، بعد ال 60 لازم تكون موجوده. تمام. بس يا كابتن احنا بنشوف انت دلوقتي بتختلف الوضع عن انك رياضي، فانت لو راجل ماشي طبيعي وماشي بشكل منتظم في النوم وفي الاكل وفي التمرين اعتقد يا كابتن ان انت بتكون اقل عرضه ان انت تكون من البني ادم العادي في التعرض للامراض، صح ولا غلط؟ طبعا
لكن لكن بالترامادول انت كده بتموت نفسك بالبطيء. عندك حق تماما وكلامك صحيح. وقولا واحدا اللي ما بيتعاطاهوش بص الاعمار دي بيد الله طبعا احنا ناخد بالاسباب والصحه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى طبعاً. انما قولا واحدا اللي ما بياخدوش طبعا فتره لعبه في الملعب بتبقى اطول وصحيا بعد ما يبطل كوره بيبقى جسمه اكتر ومعدل تحمله بيبقى اعلى من اللي بياخد ترامادول. اللي بياخد ترامادول معدل التحمل بتاعه بيقل على المدى البعيد. والله يا كابتن يعني احنا نتمنى ان يتم الحسم ويتم الاهتمام من جانب الاتحاد المصري كرة القدم في التأثير على الاتحاد الافريقي في وضع الترامادول في جدول المنشطات. ده الطبيعي علشان يعني عشان كله بقى كله يكشف ويبان. دي حقيقة. لا مش يجوي. حتى من غير كل ما يكشف ويبان بص يعني طبعا صحيا يا كابتن طبعا صحيا هي خطر طبعًا. خطر جدا طبعًا. ومشكلة كبيرة في السوق المصري وخلي بالك اللي بيتهرب من بره اللي بيتهرب من دولة اكتر من الصيادله بيطلعوه طيب. للاسف يعني اكيد طبعا. طيب نقفل ملف الترامادول بقى كابتن نروح لملف الكوره. انا معايا واحد من نجوم النادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي وحضرتك كنت جيل 77 تمام. صح مواليد 77 تمام. وبدات طبعا في النادي الاهلي وكان يعني جيل كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمد فاروق دول ابرز الناس اللي كملت سراج وعبد الظاهر وفي ناس كتير يعني ما كملت بس دول ابرز اثنين موجودين قعدوا في النادي الاهلي لعبوا. كابتن احمد يمكن عايز اخد حضرتك لمركز حراسه المرمى وعايز اعرف بقى من حضرتك ازاي نطلع ناشئ او نطلع حارس مرمى ناشئ يكون على اعلى مستوى. ايه هي المتطلبات اللي بيتطلبها حارس المرمى علشان يكون حارس دولي سواء ان هو موجود في نادي او مع منتخب بلده ويكون عنده المقومات ويكون عنده الجاهزيات اللي تخليه مؤهل للمركز ده. طيب انت دخلت في مشكله كبيره قوي فعلا قوي مشكله فعلا مشكله مش عايز استفيد فيها لان لو استفدت فيها عايز ايام. طب نتكلم يا كابتن على النقط المهمه اللي حضرتك شايف ان هي كارثة. اولا اختيار اللاعب زي ما بنقول كده لازم الاختيار الاولاني الحارس المرمى عشان تختاره لازم يكون ليه يعني مميزات جسمانيه مهمه جدا. زي بدايتها ان يكون نصه التحتاني اعلى من نصه الفوقاني بمعنى صح يعني بيبقى وسطه مش في النص بالظبط لا رجليه وايديه تكون اطول من النص اللي فوق. وانا كابتن وانا هو معاك دلوقتي وبقول لحضرتك ان في ناس بتسمعنا دلوقتي وبتتفرج علينا اول مره تعرف المعلومه دي. لا والله دي حقيقه. ما انا بقول لحضرتك طيب ما انا بقول لك ما انا بقول لحضرتك ماشي دي حقيقه. نمره 2 ما يكونش عنده فلات فوت تمام. نمره 3 لازم يكون استيعابه الذهني خلي بالك من كلمه استيعابه دي لان اكتر واحد بيفكر في الملعب حارس المرمى اكتر من بلاي ميكر. عارف ليه؟ لان هو بيغطي على غلط هو اللي شايف هو اخر هو شايف اخر واحد وهو اللي بيوجه الناس كلها فاذا لازم يكون بيفكر كويس. رابع حاجه لازم تكون شخصيته قويه ولازم يكون بيتكلم كتير رغاي ايوه صح دي حقيقة. لازم يكون بيتكلم كتير وفي نفس الوقت حافظ جميع طرق اللعب يعني 4 3 3 4 4 2 3 4 3 كل طرق اللعب يعرفها ليه عشان كل واحد يبقى موجود في حته يقدر يغير. دي بدايات في الاختيار الاول ده الاساسيات ماشي تمام. انما بعد كده بقى اختيار المدرب عندنا في مصر مشكله كبيره جدا 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 في اختيار مدربين حراس المرمى. يعني احنا ما عندناش مدربين حراس مرمى ولا عندنا مدربين حراس مرمى لكن ما عندهمش الكفاءه عشان عايزين نعرف الاتنين. الفرق الاثنين يعني يا كابتن فعلا بمعنى اتفضل بمعنى اتفضل في مدربين حراس مرمى في انديه كبيره ما لبسوش شورت وفانيلا ما لبسوش جوانتي. طب مش ممكن كان بيلعب بكره يعني بيلعب في اي حته وبقى مدرب. طب يا كابتن هل الموضوع ليه علاقه بالمذاكره ان انت لو ذاكرت كويس ممكن تبقى مدير فني طبيعي. كويس او مدرب حراس مرمى ولا ما بيكونش فيه مذاكره كمان؟ طبيعي بس هقول لك على حاجه حلوه الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش مذاكره الحراسه. عارف ليه؟ ليه يا كابتن؟ ليه؟ لان انا بلعب في حته عباره عن ثلاث خشبات الموقف ده لو ما عداش عليا مش هعرف اقوله للولد بتاعي. الولد لما اقول له حاجه مش هيتقبلها مني لانه عارف ان انا مش ما عداش عليا الموقف ده فمش مهما اقول له يعني مثلا الكره ملعوبه على القريبه اقول له روح طلع رجليك القريبه ولا طلع رجليك البعيده وانت طالع تاخد الاوفر تمام. لو انا في الطبيعي اقول له طلع القريبه عشان ما تبقاش لو طلعت البعيده هتلف وشك في الجون لو الكره وقعت هتخش جون مثلا. لا ده ممكن يجي مدرب تاني يقول لك لا لازم تطلع البعيده عشان خاطر تحمي نفسك من اللي جاي. طب انا احمي نفسي من اللي جاي الاول ولا اروح كده عشان الكره لو وقعت في ايدي ما تخشش في الجون وقعت من ايدي ما تخشش في الجون. فطبعا الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش فيها دراسه
مدربين حراس المرمى. الدراسه تحصل امتى؟ بعد ما يبقى هو حارس مرمى تواجد لفتره معينه لا تقل عن 10 ل 15 سنه في حراسه المرمى سواء في الناشئين او في الفريق الاول. بعد كده يبتدي الثقل بقى، تثقيل او تثقيف النفس زي ما بنقول، نبتدي بقى نقرا ونسمع ونروح نقعد مع ده شويه ونسمع من ده شويه، لان مهما كان كل مدربين حراس المرمى بيتكلموا في حاجه واحده، هي القصه عندك في ايه؟ قصة عندك في السمع والسمع والكلام اللي انت بتقوله للعيل ده يمثل 50-60% من تدريب حراس المرمى. كل الاجوان في العالم بتترمي يمين وشمال، صح؟ صح. كل الاجوان في العالم بتطلع تاخد الاوفر من فوق، صح؟ تمام. ولكن الموقف اللي انت بتبقى فيه، الحارس عبارة عن ايه؟ موقف بنختصر فيه المساحة والزمن. يعني عايز اوصل، عايز اغطي اكبر مساحة في اقل زمن معين. يبقى هي دي القصه الرئيسيه اللي بيتعامل معها حارس المرمى. مهما كنت موجود وعارف وسامع وقاري، لازم تكون جربت الحكايه دي ولازم تكون مارست كره القدم كحارس مرمى. عشان كده المدربين الكره ممكن كتير قوي منهم ما يبقاش ممارس للكره. ليه؟ لان يعني قصتها كبير، انما حراس المرمى لا، لازم من وجهه نظري، خلي بالك اصل ممكن الناس تختلف معايا، من وجهه نظري صح، لازم يكون مدرب حراس المرمى مارس كره القدم. بعد كده بقى بالنسبه للتثقيف، انا ما بشوفش حد كتير بيثقف حراس المرمى. يمكن ابتدى كابتن احمد ناجي وابتدى كابتن فكري صالح دلوقتي يعملوا ورش فنيه تحت اشراف كابتن احمد شوبير في 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 انحاء مصر كلها، وعملوا ورشه فنيه في اسكندريه ومره في سوهاج ومره في الاقصر وسافق والبحيره والمنصوره، الست مدن دي لسه كان كابتن فكري صالح هو وكابتن احمد ناجي متواجدين فيها وبيعملوا ورش فنيه تحت اشراف كابتن احمد شوبير. ولكن الكلام ده مش عايزينه يبقى مره في السنه، الكلام ده عايزينه يبقى دي حقيقه، عايزينه يبقى فتره كبيره والورش تبقى زياده، لان اكيد الناس بتتعلم والناس كبار زي دول لما يوصلوا لحراسه المرمى لحاجه زي كده اعتقد بتبقى ميزه كويسه جدا. يعني مشكلتنا الرئيسيه دلوقتي بس عشان نختصر الكلام، المواهب في مصر قلت. طيب عايز اروح مع حضرتك لموضوع اعتقد ان هو مهم خاص بلاعب كره القدم او بحارس المرمى. حضرتك راجل دكتور وكنت بتلعب كره قدم ومن ناشئين النادي الاهلي، يعني من اكثر الانديه اللي بيكون فيها ضغط سواء في مرحله البراعم او مرحله الناشئين او مرحله الفريق الاول. تمام. طيب اولياء الامور دلوقتي مش بيهتموا بالتعليم طبعا. يهتم بالكوره على حساب التعليم. تمام. وانا شايف ان دي نقطه سلبيه جدا للولد، ان لاعب الكوره لما بيطلع مثقف تعليميا بتفرق معاه داخل الملعب بشكل رائع جدا. كابتن احمد حضرتك تجربه حقيقيه قدامنا، حضرتك راجل اتخرجت من اصعب الكليات اللي موجوده في العالم هي كليه صيدله، وفي نفس الوقت حضرتك لعبت الفريق الاول بالنادي الاهلي. ازاي فرق ده مع حضرتك في الملعب؟ وازاي يعني عرفت تعمل توازن ما بين الدراسه وبين التعليم؟ وايه الرساله اللي حضرتك توجهها لولي الامر؟ طيب. علشان خاطر ابنه يعني يهتم تعليميا وكرويا او رياضيا في نفس الوقت، يعمل ايه؟ طيب. بس دول ثلاثه. نرجع نقول الموازنه، نبتدي من الموازنه. الموازنه رقم واحد عشان توازن بين الرياضه لا طب نبتدي من الثانيه. انت عمر لعيب كوره كنت هايل جدا. سريع جدا. انا قلت عليك حاجه قبل ما انسى، قلت لك الدراسه والتعليم، الدراسه واللعب. ماشي خلاص. الدراسه واللعب ماشي، عشان ما حدش يقول لي انت قلت الاثنين زي طيب. بعض. ماشي تمام. فانت كنت لعيب كويس جدا، هايل، وثقافتك مثقف جدا لاقصى درجه. تمام. وانت في الملعب كنت بتحس ان اي مدرب لو قال لك حاجه، اي امر من مدرب كنت او اي توجيه كنت بتستوعبه بسرعه وبتنفذه ولا لا؟ اكيد طبعا. صح؟ اكيد طبعا. دي نمره واحد. طبعا. طيب. نمره اثنين، زي ما بيقولوا كده، العقل السليم في الجسم السليم. صح؟ تمام. صح. طيب انا طول ما انا بتمرن مستوى تحصيلي، في ناس بتقعد 4-5 ساعات على الكتب عامله كده، مستوى التحصيل بتاعها صفر. وفي واحد يبص في الورقه كده ساعه واحده يحفظ كل حاجه. ليه؟ لان مخه شغال، عضلاته شغاله، الدم بيجري بصوره قويه جدا في عضلات جسمه وبيوصل للمخ بطريقه كويسه، فيبتدي يحفظ بطريقه اسرع. خلي بالك دي في حاجه، يعني حاجه اساسيه من اللي انا بقوله. تمام. فالموازنه دي شيء اساسي، وكل واحد بيعرف يعمل حاجه. يعني بمعنى ايه؟ اللي عايز حاجه بيعملها. طال او قصر الزمن، اللي عايز حاجه وعنده اصرار ومثابره هيعملها. تمام. فالموضوع عند ولي الامر، الاب الاول الله يرحمه، والدي كان عنده اصرار، وانا بعد كده
عايز انفذ رغبه والدي، وفي نفس الوقت الحمد لله عندي جزء من الذكاء ان انا اقدر احصل في فتره صغيره، فدي نفعتني الى حد ما. ولكن الاول والاخر الاب والام هم اللي عليهم العامل الرئيسي. تمام. دلوقتي انا هقول لك على حاجه، اوروبا بيدرسوا طبعا. طب بيدرسوا لحد سنه كام؟ لحد التعليم الاساسي سنه 9 اللي هم الهاي سكول. ماشي اوكي تمام. طيب بعد كده ممكن ما يدخلهمش مدرسه بالظبط، ممكن ما يخشش جامعه. قصدي حضرتك الجامعه؟ لا لا، انا بتكلم لا حتى ما يكملش ثانوي، ما يخشش ثانوي ولا يكمل. لعيبه الكوره بيبقى ليها مكان بتاخد فيه دروس، وفي لعيبه بتروح وفي لعيبه ما بتروحش في جوه المعسكر بتاعه. بس كابتن الغريب، اسمعني اتفضل يا كابتن، اسمعني للاخر. بيبتدي اللاعب يثقف نفسه. انت تعرف ان واحد زي كورتوا بيتر تشيك عنده معاه 5 لغات، عارف ليه؟ عشان بحافظ ال5 لغات عشان كل لعيب جاي يكلمه باللغه بتاعته عشان وهو بيوجه. تعرف ان نوير في مسابقه في المعلومات العامه طلع الثاني على العالم؟ نوير. ليه؟ نوير ده على ما يقال يعني انه من اكتر حراس المرمى تثقيفا لنفسه، وبيقرا كتب في كل حاجه. فالموضوع هنا مش قصه دراسه بس، ما بعد الدراسه. انا خلصت صيدله، لو انا وقفت على اللي انا خدته زمان عمري دلوقتي ما بقى فاهم ولا بقول الكلام اللي انا باخده. لعيب الكوره لو خد الحاجات اللي بيقولها له المدرب من 15 سنه قبل ما يطلع فيرستيم، ولو طلع فيرستيم ومش واعي للكلام اللي المدرب بيقوله استحاله ان هو يأدي. تمام. فخلي بالك الدراسه بتثقل اللاعب بطريقه كبيره جدا على اقل تقدير في الكلام اللي بيقوله المدرب عشان يفهمه ويقدر يوصل للخطه بتاعه المدرب ويعملها. نعمل ايه او نقول ايه للمدربين اللي بيدربوا فرق براعم او فرق ناشئين ومش بيهتموا بالدراسه على حساب ممارسه كره القدم، بل هم شايفين ان التمرين اهم 100,000 مره من تمام. التعليم؟ تمام. بص، نقول لهم ايه او نعمل لهم ايه او ازاي ان احنا نتكلم معاهم؟ يعني باي حال من الاحوال الولد لو مش هيذاكر في البيت مش هيجي النادي. لو هو بيفكر المدرب ان التدريب احسن، لا، اللعيب ممكن ما يكملش كوره. يعني مثلا في كم واحد انا عندنا في البراعم مثلا حوالي 200 لعيب او 220 لعيب، تعتقد كم واحد من 220 لعيب اللي في البراعم اللي في ال6 سنين في النادي الاهلي هيكمل منهم كم في الدرجه الاولى؟ 5 6 7 ممكن ولا واحد خالص، وممكن ولا واحد. صح؟ صح. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان ربنا اللي بيوفق الناس. طبعًا. انت ما تعرفش انت هتكمل ولا لا. فلو المدرب ما وصلش لاولاده ان الدراسه اهم من التدريب، يبقى طبعا خطا كبير جدا، ولازم تثقيف مدربين البراعم بالذات. يمكن بعد ما تعدي البراعم تبتدي من 14 15 16 17 سنه الولد بيبتدي يخش ثانويه عامه وبيبقى قريب من ان هو يطلع درجه اولى، وبيبقى معروف بقى اذا كان هيكمل ولا مش هيكمل، فبتبقى الدنيا اسهل شويه. انما في البراعم انت عندك 500 لعيب بيلعب كوره بس، مين اللي هيكمل؟ الله اعلم. فعشان كده لازم مدربين البراعم يبقى الاهتمام الاولاني بالدراسه، عشان على الاقل الكلام اللي انت بتقوله وعايز اللعيب ينفذه لازم يفهمه عن طريق الذكاء. لازم يفهم كلام يعيه الاول، لانهم برضو ما زالوا صغيرين. لو هم دراسيا مش متفوقين اعتقد العمليه هتبقى صعبه عليهم جدا. طيب يا كابتن، ممكن الظروف ما تساعدش لاعب كره قدم ان هو يكون تعليميا كويس. تمام. وشفنا امثله كثيره جدا وعشنا جدا. طيب اللاعب لو يعني عايزين نصيحه، او حضرتك شايف ازاي اللاعب اللي ما عرفش دراسيا ان هو يكون متفوق او الظروف ما سمحتلوش لا ماديا ولا معنويا ان هو يكمل تعليمه، ازاي بعد ما الظروف سمحت ليه في الوقت الحالي ان هو زي ما هو نجم كره قدم، ازاي يثقف نفسه او ازاي ان هو يسلك المجال اللي من خلاله يكون داخل الملعب واعي بكل شيء، يحاول يتعلم لغه، يعرف لو سافر بره يتعامل بشكل مش بطال. شايف يا كابتن يعني نصيحه حضرتك ليه تكون ايه؟ طيب شفنا لعيبه كوره كتير قوي سافرت ورجعت مصر عشان ما معاش لغه. تمام. ماشي. ولاعيبه يعني كبيره جدا جدا في مصر، والمغرب والجزائر وتونس لعيبتهم بتطلع على فرنسا وعلى بلجيكا عشان اللغه. عشان اللغه. تمام. ولا واسبانيا كمان، لان هم بيدرسوا، خلي بالك هم المغرب خصوصا المغرب بالذات نصها بتدرس فرنساوي والنص الثاني بيدرس اسباني. ده للمعرفه يعني. لو ما تيجي تتكلم بقى صلاح لو خدناه كايقونه كده، صلاح ما معهوش شهاده كويسه، ولكن لما راح
لما راح الاول سويسرا ابتدوا يعلموه انجليزي وفرنساوي. ما قدرش يكمل في الفرنساوي وذاكر انجليزي بس، تمام. ابتدى الولد اللغه معاه تزيد، ابتدى يجيب كتب، وياما شفنا صلاح وهو بيتصور ان هو قاعد بيقرا كتب. خلي بالك دي تثقيف عام. وبرضه ارجع اقول لك، مش الثقافه ان الواحد دخل علمي ولا ادبي، لا، الثقافه ان انت تقرا في كل المواضيع، في تاريخ، في جغرافيا، في طب، في فلك، تقرا في كل حاجه. صح. لان دي اللي بتوسع بالظبط، دي اللي بتوسع افقك، بتخلي فكرك يبقى اعلى، بتخلي تدريبك انت بتتمرن. يعني في ناس كتير قوي بتقرا في الطب، لعيبه انا اعرفها بتقرا في الطب ليه؟ عشان وهي بتتمرن تعمل لنفسها معدلات جري، تعمل لنفسها قدره على تحمل الفتنس بتاعها يبقى اعلى حاجه. دي ناس واعيه، اوروبا بيعملوا كلهم كده، بدليل ان هم في فتره الاعداد لازم يقيسوا وهم بيتمرنوا، بتلاقي اجهزه بتقيس ضغط، اجهزه حصل معايا. قلب ممكن انت تحكيه، ممكن انت تحكيه وتقول. لا انا حصل معايا في طبعا لما قبل فتره الاعداد بيكون في تحليل للدم لكل لاعب، عشان كل واحد دمه مختلف عن التاني في معدل الجري. تمام. بعد كده بيتعمل لكل لاعب، يا كابتن احمد بياخد ساعه البولر، تمام، والحزام اللي بيتحط عند القلب، تمام، علشان كل واحد ليه معدل نبضات مختلف عن التاني. يعني كان لينا ثلاث معدلات جري، الاكستنسيف واللي هو والانتنسيف والريكوبريشن. انا فاكر الاكستنسيف كان 171، الانتنسيف كان 181. ده بنتكلم الانتنسيف ده على حاجه، على حاجه الاكستنسيف ده اقل شويه طبيعي، والريكوبريشن كان 145. ده كابتن 145 عشان بس نوضح للساده المشاهدين، 145 نبضه في الدقيقه. تمام تمام. وكنا لما كان مثلا حضرتك، خلي بالك معدلك عالي ما شاء الله لا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله، مش بحسدك والله، بس انا بوضح ان المعدل بتاعك ما شاء الله كان عالي. فعشان كده بقول لحضرتك ان كان دايما التدريب عامل ازاي. حضرتك اخذت الساعه دلوقتي، حضرتك كابتن احمد فوزي هتجري بمعدلات 1 2 3، ممكن اكون انا بجري جنبك وبنجري نفس الخطوه، بس انا مختلف عن حضرتك. تمام. حتى في حرق الكالوريز طبعا، كل عشان كده يا جماعه العلم ما سابش حاجه طبعا، بس احنا عندنا بنقف لمرحله ان اللعيب يلعب درجه اولى، خلص الكلام على كده، ما بيعملش اي حاجه، مع ان اكتر وقت تثقف نفسك فيه وانت لعيب كوره، عندك لأن وقت معسكراتك كتير جدا. صح. جدا جدا. صح. وممكن تغذيها كلها قرايه، بس يعني ما حدش بيعمل كده الا من رحم ربي بصراحه. يعني حضرتك شايف ان القراءه والتثقيف للاعب كره القدم اللي ما يحلفوش الحظ في التعليم هو ده احسن حاجه واحسن سلاح ليه؟ طيب ده اكيد وقاطعا. خلي بالك في ناس بتتكلم في الكوره دلوقتي ما بيعرفوش يتكلموا، ناس بتطلع اعلاميه، اعلاميين كبار وما يعرفوش، سوري يعني انا اسف، اعلاميين كبار جدا يعني في قنوات تانية بصراحه، يعني عيب ان هم يتكلموا، والناس بتطلع ماشيين وراهم ناس كتير جدا جدا جدا، وانت ما انتش عارف دول مين ولا بتوع ايه. والله العظيم واحد فيهم بيتكلم انت ما تعرفش هو عايز يقول ايه، وبيتكلم غلط وجمهوره كله ماشي وراه وعمالين يصيطوا فيه، يا ابني انت بتتكلم غلط يا حبيبي، اللي انت بتقوله ده خطا غلط عليك، ولكن العيب على الناس اللي ماشيه وراه، العيب على السوشيال ميديا يا كابتن. دي حقيقة. بنت كوادر كتيره جدا للاسف، يعني ناس ماشيه وراه، بس مش مشكله، مش ده حدثنا، لكن خلينا نتكلم عشان الوقت بيجري مننا يا كابتن على طول وبسرعه. المشكله كبيره جدا التسنين والتزوير في البراعم والناشئين. حضرتك طبعا مدرب حراس المرمى في منطقه القاهره مواليد 2005. تمام. عشان بس الناس تبقى عارفه احنا انا بتكلم معاك ليه في التسنين والتزوير. ايه الاسباب وازاي نواجه مشكله التسنين والتزوير؟ عشان انا واجهت وشفت نماذج كتيره جدا، فهل دي بتضر؟ رقم واحد بتضر الكره المصريه ولا بتنفعها؟ الحاجه الثانيه ازاي نقضي على مشكله او ظاهره التسنين والتزوير في المعدلات العمرانيه؟ واحد يكون مثلا مواليد 2000 وهو اصلا مثلا اكبر من 2000 بثلاث سنين او باربع سنين. 96 مثلا. فراي حضرتك نعمل فيها ايه؟ التسنين ملوش حل. التسنين قولا واحدا ملوش حل، خلاص واحد اتولد وباباه وصل لحد ما عملوش شهاده ميلاد ووصل لحد 14 سنه، راح لدكتور الوحده الصحيه اكتب لابني انه سنه 10 سنين، هتقدر تعمل له حل؟ ملوش حل، التسنين ملوش حل خالص. طب ما احنا من الاول بقى التزوير، ما خلي بالك دي مش بتاعتك. طب انا دلوقتي بتاعت الشخصيه، واحد خلف واحد ومسجلوش، هيسجلوا بعد 4 سنين، هتعرف تعمل معاه؟ ما يتسجلش بتاريخ سابق او بتسجل بتاريخ رابع. اول ما بيروح الصحه بيعملوا له قيد ميلاد،
لما بيروح الصحه بيعملوا له قيد ميلاد في اليوم اللي جه فيه. هو انت دي هتحلها ازاي؟ هتقول لي المستشفى بتبعت ورقه للصحه صح؟ لا، المستشفى بتبعت ورقه، بيروح يجيب ورقه مضروبه من المستشفى ان الولد اتولد النهارده وهو مولود من 4 سنين، تمام؟ فده شيء طبيعي جدا، مش هتعرف التسنين ده مش هتعرف تعمله. الناس العرب اللي هم ما بيعيدوش حد مثلا بيعملوا ايه؟ بيسيبوا الولد لحد ما يبقى 16 سنه ويروحوا لدكتور الصحه اللي يقولوا سجلوا النهارده. سجلوا، لا سجلوا عنده 8 سنين او 9 سنين، مش هتقدر تتكلم معاهم، فالتسنين ملوش حل. انما مشكلته انه بيقضي على لاعبي الكوره كويسين جدا تانيين غير اللي موجودين. بمعنى انا بلعب واحد قد كده وانا طفل صغير عندي 9 سنين ولا 10 سنين بلعب مع جده والله في ناس ما بتوصلش لحد نص اللعيبه وما تقدرش تتكلم معاها. التزوير قصه كبيره جدا، وفي ناس في بلاد معينه في مصر، ناهيه كرداسه وفي المنصوره اكبر حتتين في مصر بيعملوا تزوير في الورق، وانا بقولهم بالعلن كده. يعني في هنا في القاهره كرداسه وناهيه واوسيد، الثلاث حتت دول مليانين. وبعدين في ناس بتعرف تغير تغير الكود بتاع البني ادم في وزاره الداخليه، والله العظيم المنصوره نفس القصه، في ناس كتير قوي كده. خلي بالك في ناس بتلعب دوري ممتاز في اتنين بالاسم كده. انت هتفضل كده يا كابتن تديني، ما تقولي اسماء. لا ما اقدرش اقول لك اسماء، بس في اتنين بيلعبوا في الدوري الممتاز فعلا مسننين، ومنهم واحد كان بيتخانق عليه الاهلي والزمالك الفتره اللي فاتت. ده مزور ولا مسنن؟ لا مزور. مزور يعني بس هو خلاص عدى بقى. طيب يعني هو مثلا سنه الفعلي مثلا 20 سنه، هو عنده 23 سنه 24 سنه. والاهلي والزمالك كانوا بيتخانقوا عليه الفتره الاخيره، هو اصلا مزور حقيقه. بدون يعني خلاص بقى، انت اكيد عرفت ومصر كلها عرفت يعني. اقول لك انت طب واللعيب الثاني؟ لا لا، ما انت اللعيب الثاني كان هنا بيلعب في الدوري الممتاز؟ حاليا لسه ما حدش يعرفه. لسه بيلعب؟ ايوه خلاص، يعني مش مشهور قوي يعني. تمام. فانت مش هتقدر تقنن التسنين والتزوير في مصر بصراحه، لان احنا ما عندناش اصول ثابته بيبني عليها تأييد المواليد الجديده. فعشان كده لازم هتبقى مشكله. بتخلص على لعيبه بقى متأيده في سنها صح. يعني مثلا انا في 2005 معانا لعيبه مواليد 2000، والولد عارف وبيضحك وبيهرج مع زمايله ان هو مواليد 2000. طب ما انا عارف يا كابتن، ما هو دي اما انا قابلت نوعيه كده فبستغرب. يعني هو الولد بيبقى بجح كمان يعني. طبعا يعني مثلا واحد هربان من الجيش المفروض كان يخش الجيش مع واحد عنده 10 سنين، فيعني طبعا بتبقى مشكله كبيره. فالولد اللي في سن، وطبعا المدربين عندنا مشكله كبيره قوي، بيتبسطوا جدا وبيفرحوا بالمزورين والمسننين، بيفرحوا قوي قوي قوي، يقول له تعالى. وده مش صح. وده مش صح. عندنا مدرب، عندنا جون يعني مواليد 99 والنادي الاهلي مقيده 2004 وغصب عننا ومفيش حل تاني. كابتن احمد، يعني اكيد هيكون لنا حلقات جايه كتير عشان نتكلم في ملفات كتيره جدا، وانا استمتعت بصراحه بوجودي مع حضرتك وحضرتك شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد. الله يعزك يا عمر، ربنا يبارك لك، وانا اتشرفت ان انا موجود معاك ودايما بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ده كان حوار مع كابتن احمد فوزي نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر، واخر فقرات الاهلي الليله. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.